بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا اعزائي مشاهدي سي بي سي 2 في كل مكان والملعب. الملعب اليوم هو الاستوديو التحليلي للمباراه الهامه جدا في البطوله الافريقيه والتي تجمع الاهلي البطل، الاهلي المصري وهو البطل في النسختين السابقتين، ومع عوده كريمه لفريق اهلي بنغازي وعوده للكره الليبيه والتي توجت هذا العام ببطوله افريقيا للمحليين، وايضا يدرب اهلي بنغازي مدربنا المصري القدير كابتن طارق العشري. مباراه في غايه الاهميه لكلا الفريقين، لانها بخروج المغلوب فمن يخسر يخرج من هذه البطوله. كل التمنيات للاهلي بالفوز، بالتاكيد الاهلي المصري، وايضا بالتوفيق لنادي اهلي بنغازي. ارحب بضيفي الكريمين، استاذ حسن مستكاوي اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك كابتن، منورنا. الله يخليك. كابتن خالد بيومي اهلا وسهلا بيك منورنا. ربنا يخليك يا كابتن. اظن لازم اكلمك على قرعه ابطال اوروبا بسرعه، يعني قول لي القرعه وقول لي توقعاتك. يعني يا قرعه طبعا متكافئه لحد ما، بس طبعا التصادم الكبير جدا ما بين فريق البايرن ميونخ مع مانشستر يونايتد في رايي جاي في غير محله بالمره، لان البايرن في الوقت الحالي اقوى فرقه على مستوى العالم ومرشح حاول للوصول. فرقه الريال مع البروسيا دورتموند، سيناريو مكرر الموسم الماضي في السيمي فاينال، بس اعتقد البروسيا الحالي في خط دفاع ويمكن فان فيلر اقل بكتير، وسط ملعب فيه اصابات ورحيل بعض اللاعبين يدي الافضليه للريال مع المستوى الجماعي اللي فيه كارلو انشيلوتي. باريس سان جيرمان وتشيلسي، مباراه انا شايف مباراه السحاب. باريس سان جيرمان فرقه قويه جدا، فرقه من المرشحين الاول للوصول للدور الثاني، فرقه يمكن اداره الباريس سان جيرمان اعلنت ان 1,000,000 يورو لكل لاعب. اذا السنه اللي فاتت كان نص مليون يورو، 600,000 يورو بالنسبه للعبة البايرن ميونخ، فالمواضيع قريبه يعني. لكن باريس طبعا كخط هجوم بكافاني بلافيتس بزلاتان ابريموفيتش بوسط ملعب بماتويدي بتياجو موتا مع فيراتي مع خط دفاع قوي جدا تياجو سيلفا واليكس وكمان ماركينيز وطرفين ملعب ممتازين على عكس الموسم الماضي اذا كان اليكس اذا كان فاندرفيل اللي طور كتير جدا من شكل الدفاع. اعتقد الفرقه ممتازه. تشيلسي مورينو راجل عبقري بيعرف يتعامل مع الفرق الكبيره، بيعرف يوصل لمباراه النهائي، عشان كده اعتقد دي مباراه السحاب. برشلونه مع الاتلتيكو مباراه مكرره صعبه جدا على البارسا، فرقتين افريقيتين حافظين بعض. البارسا لعب مع اتلتيكو السنه دي 3 مرات لم يحقق فوز، احرز هدف واحد فقط لغير. اتلتيكو فرقه من الفرق الجماعيه الممتازه، عندها طموح كبير. الضغوط الاكبر على برشلونه لان الفرقه الاقرب للترشح، ولكن اتلتيكو مدريد في رايي ممكن يحقق المفاجاه لانه فريق عنيد وقوي بخط دفاع منظم، يمكن ثالث اقوى خط دفاع على مستوى اوروبا، وسط ملعب قوي جدا، وكمان راس حربه في رايي من اللاعبين المميزين على مستوى العالم في الوقت الحالي الحيوان ديجو كوستا. ريال مدريد فرصه اقوى بنسبة 70%. 70%. شايف ان القرعة جاية متكافئة ولا بدأت تتضح معالم فرق دور نصف النهائي؟ هو قال سحابين. انا عندي سحاب واحد بس. ايه؟ برشلونة. برشلونة مع اتلتيكو مدريد. يعني لا انا بشجع برشلونة يعني، فاتمنى ان هو طبعا دلوقتي كمان بايرن ميونخ فعلا اقوى فريق في العالم يعني. يعني هو ده الفريق اللي اذا برشلونة ما كسبش البطولة يبقى يستحقها بايرن ميونخ، يعني ان هو احسن من برشلونه دلوقتي كمان. احسن. يا ريت نحط القرعه على الشاشه يا جماعه. احسن من بايرن، احسن من لان اصلا عايز اقول لك ان يعني جوارديولا عمل خلطه جهنميه جدا. ليه بتقول جوارديولا؟ طب ما هو هانكس يعني لا 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 عمل معجزه. لا انا بتكلم على طريقه اللعب. اولا هو دلوقتي بينتقد. اخر واحد كان بينتقد كان بيكنباور، بيقول له ما ينفعش يعمل الطريقه الاسبانيه معانا. لان الالمان بيلعبوا يعني فلسفتهم اقصر طريق لخط للمرمى هو خط المستقيم، ان الواحد اتنين هتجون على طول، ده الالمان من 40 سنة. نعم. لكن جوارديولا عمل الخلطه الجهنميه، اسباني على هولندي على الماني. وهو ده المزيج اللي صعب جدا. تتكتب القرعه لو سمحتوا تحط على الشاشه من فضل حضراتكم. نعم. المزيج اللي صعب جدا تمزج ما بين التيكي تاكا الأسبانية اللي كان بيلعب بيها برشلونة بيلعب بيها منتخب أسبانيا، والكرة الشاملة الهولندية والكرة الألمانية كرة القوة والسرعة. هو عمل كده
فهذا المزيج انا بالنسبه لي انا ممتع جدا وصعب جدا ان حد يعمل المزيج ده، الماني مع هولندي مع اسباني، ده اللي يقدر يعمله جوارديولا في طيب بنتكلم على برشلونه واتلتيكو مدريد، ترشح من للصعود؟ لا زي ما خالد الحقيقه، لا خالد يعني اتلتيكو مدريد اولا الفرقتين من دوله واحده، وده بيصعب المسائل جدا لان الفرق اللي بتلعب من دوله واحده بتبقى حافظه بعضها، ده نمره واحد. تبقى يعني اتلتيكو مدريد دفاع قوي جدا، عنده مهاجم هو مصارع سيران يعني دييجو شرس جدا، دييجو كوستا، ومن يعني انا اول مره اشوف في حياتي مهاجم بيخاف منه المدافعين. المفروض انك انت كمدافع دائما اقوى بدنيا من المهاجم، يعني دائما المهاجم بيخاف من المدافع، هذا الرجل الناس اللي بيدافعوا بيخافوا منه. ثم ان الفرقتين من دوله واحده، ثم ان اتلتيكو مدريد فرقه دفاعيه، ثم كمان انا عايز اقول لك ان اتلتيكو مدريد هو الاسماعيلي بتاع مصر في احسن حالاته. يعني ما هوش برشلونه ولا ريال مدريد. معلش بس اضطر اقول للناس عماله شايفه قرعه نهائي دوري ابطال اوروبا على الشاشه ولا سامعه ولا مكتوب لها حاجه، فاضطر انا اقول ان القرعه جمعت ما بين برشلونه واتلتيكو مدريد، وجمعت ما بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند، وجمعت ما بين مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ، وجمعت اخيرا ما بين باريس سان جيرمان ومين الرابع؟ تشيلسي. يعني ادي القرعه لازم تكون مكتوبه على الشاشه ومتجهزه على متجهزه على الشاشه للساده المشاهدين، لانه لسه القرعه خلصانه دلوقتي ولازم الناس تبقى معانا موجوده معانا في القصه دي. ريال مدريد وبروسيا كان لقاء السنه اللي فاتت وبروسيا لقنهم درسا عنيفا، يعني بروسيا هذا الموسم بروسيا الامر بروسيا مختلف. يعني بروسيا دورتموند مشي عنده ده النجم الكبير طبعا لويس فيجو، نعم مشي من عنده اثنين من اهم لاعبته، جوتسا والمهاجم البولندي، بس لسه موجود ليفاندوفسكي، مش ليفاندوفسكي موجود؟ لا يعني على وشك انه يمشي. يعني لا وخلاص يعني راح البايرن يعني رايح اكيد يعني مع ان هم نافوا الحقيقه السنه اللي فاتت، لا بس خلاص رجع اكد هو لانه بقى هو صفقه حره. اعتقد ان روسيا مش زي السنه اللي فاتت، فرق 20 بونت او اكتر دلوقتي في الدوري الالماني. لا ما هو خلاص الدوري الالماني يعني فاضل له كام بونت كده، خلاص لا خلص فاضل له ماتش يعني يخلص يفوز والمنافسه تعثر يعني. فبروسيا مش زي ريال مدريد في احسن حالاته السنه دي. صحيح يعني اسمعنا يا كابتن، بس بروسيا كمان اختلف للاسف، لان دكه بدلاء السنه اللي فاتت كانت اقوى بكتير جدا، السنه دي اعتقد دكه بدلاء قليله. سوبيتيتش مصاب 6 شهور، قلب دفاع ما عندهمش البديل، هوملس لسه راجع من اصابه، كان بيلعب اوقات نور الشاهين او كان بيلعب جندوجان كلاعب قلب دفاع لانه ما عندوش البديل الكفر، بيلعب دلوقتي باباستا دوبلوس والاثنين طرفي الملعب لسه راجعين من الاصابه، اذا كان شميلز رابيتشيك الناحيه الهجوميه هي الوحيده القويه بالنسبه لفريق بروسيا دورتموند دلوقتي. بنتكلم على ليفاندوفسكي، حتى بلاشكوفسكي اللاعب اللي هو البولندي الممتاز اللي هو وسط ايمن مصابه والاخر، ودي مشكله كبيره جدا. الاهم من كده ان جندوجان احد اهم عناصر وسط ملعب مستوى العالم مصاب بالنسبه لفريق بروسيا، عشان كده اعتقد ان الامور صعبه على بروسيا مع ان في مفاجآت كتير، وان اتلتيكو في احسن قصدي ريال مدريد في احسن حالاته السنه دي يعني السنه دي. اذا تتوقع الريال الريال البايرن ريال بايرن ميونخ اتلتيكو مدريد برشلونه الماتش اللي صعب قوي انا ما اقدرش اقول تشيلسي مع باريس سان جيرمان. تشيلسي مع باريس سان جيرمان، باريس سان جيرمان فرقه قويه جدا. قول لي الاربعه بتوعك، قول لي كده الاربعه بتوعك، ارمي بيضك. باريس سان جيرمان لانه يعني بيلعب كره جميله جدا دلوقتي، سجل عظيمه استاذ حسن مسكا باريس سان جيرمان. برشلونه ريال مدريد بايرن ميونخ طبعا. بايرن ميونخ كابتن خالد. يعني طبعا انا اتوقع باريس سان جيرمان بنسبه 60%، واتوقع البايرن ميونخ على حساب مانشستر نظرا لظروف مانشستر. خلاص تمام. اتوقع كمان الريال مع البروسيا دورتموند، وانا يمكن جماهير بارسا تزعل منها، اتوقع الاتلتيكو على حساب لان هو الحصان الاسود البطوله على حساب البرشلونه. دي بطولة اوروبا ودي قرعتها، وده انا بحب كده اهدي النفوس ما بين الضيوف، يعني احب الاستاذ حسن يقول كلام، كابتن خالد يقول له كلام تاني، وانا اقول كلام تالت لو انا كلنا العيب نتمنى برشلونه يكمل، لكنه اتلتيكو مدريد واضح انه فرس رهان في هذه البطوله. خلينا بروح لمباراه النهارده، مباراه الاهلي واهلي بني غازي. We'll be right back.
الاهلي مع اهلي بني غازي والاهلي المصري بيشغي. كنت موجود النهارده في النادي الاهلي، لا صوت يعلو فوق صوت الانتخابات، خصوصا ان لم يتبقى سوى اسبوع واحد على حسم المعركه. انا متاسف جدا، عمري ما قلت معركه في مباراه كوره او في انتخابات، لكن هذه المره انا متاسف جدا ان انا اقول معركه، بس معركه بدرجه قليله شويه. لكن الزمالك امبارح حدث ولا حرج، يعني حدث ولا حرج امبارح، يعني حواديت عايزه فيلم كبير مش وقته، لان احنا عندنا استوديو تحليلي النهارده. النادي الاهلي سافر الى تونس ليلاقي اهلي بنغازي، وهو محملا بخساره جديده في الدوري العام من الداخليه الذي اصبح عقده الفريق، وعرض يعني متوسط، شوط اول جيد شوط ثاني سيء، ولكنه هو الموسم الأسوأ من ناحية الخسارة للنادي الأهلي، على عكس أهلي بنغازي اللي ماشي بمسيرة جيدة، أقصى تشيلسي الغاني تعادل معه في ملعبه 1-1 وفاز عليه برباعية، دي نتيجة ثقيلة جدا لتؤكد أنه فريق قوي. فرق بينه وبين الاتحاد الليبي الذي يحتكر البطولة تقريبا نقطة، يعني السنة دي يعني في منافسة، هو بينافس دلوقتي فيه، وده طبعا يسجل مباراة أقل الأهلي بنغازي. بيطرد، احنا عارفين الاتحاد ده كان دايما هو بطل متوج يعني في. انت عارف حضرتكم عملوها ازاي في ليبيا؟ هم جابوا الفرق واتفقوا معاهم، قالوا لهم مجموعه واحد واحد ياخد الدوري السنه دي والتاني ياخد الدوري السنه دي. لا 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 والله، لا مجموعه واحد ومجموعه اثنين، وعملوا قرعه انه اللي في المجموعه دي هيشارك في الكونفدراليه واللي في المجموعه دي هيشارك في ابطال الدوري. فالكونفدراليه جت من نصيب اهلي طرابلس وخرجوا، وابطال الدوري جت من نصيب اهلي بنغازي اللي هو كان متصدر وبناء عليه شرف في هذه البطوله. نعم تمام. فالاهلي عروضه الاخيره طبعا مش مقنعه ابدا. طب ممكن بس اقول تشكيل للفرق للناس. الاهلي بيلعب بشريف اكرامي، احمد فتحي، محمد نجيب، وائل جمعه، سيد معوض، حسام عاشور، رامي ربيعه، موسى يدان، عبد الله السعيد، جده، وعمر جمال، عمرو جمال. وده كان الحال التشكيله اللي قلنا زميلنا محمد صلاح امبارح من جرنان التحرير. الاحتياطي احمد عادل عبد المنعم، احمد شديد قناوي، شهاب الدين، احمد سعد سمير، سيد حمدي، احمد رؤوف، وتريزيجيه. تشكيل اهلي بنغازي: وسام البودي، عبد الرحمن العمامي، احمد العلواني، احمد التورجي، طارق الجمل، سلامون جايسون، ده محترف من نيجيريا، موسيس اركوما، ده ايضا محترف من نيجيريا، فرج عبد الحفيظ، احمد عيد، احمد الزوي، وادوارد سادومبا من زيمبابوي، ده كان نجم متالق في الكره السودانيه. هروح لفاصل وارجع مع الاستاذ حسن مسكاوي يقرا اوراق الفريقين. يسعى الأهلي المصري لتجاوز عسرته المحلية وتحقيق نتيجة إيجابية عندما يحل ضيفا على شقيقه أهلي بنغازي الليبي في ذهاب دور 16 بالنسخة رقم 50 لدوري أبطال إفريقيا، والذي يحصل الفائز بها على قرابة 1.5 مليون دولار، ويمثل قارة المواهب في كأس العالم للأندية بالمغرب نهاية العام الجاري. الأهلي الذي خسر أمام الداخلية في الجولة 13 بالدوري المصري مساء الاثنين الماضي وتجمد رصيده عند 19 نقطة وضعته في المركز الرابع في المجموعة الأولى، يأمل مع مديره الفني محمد يوسف في حسم بطاقة التأهل اليوم، مستغلا فارق الخبرة من ناحية وإقامة اللقاء على أرض محايدة من ناحية أخرى. أما أهلي بنغازي الذي أنهى الدور الأول في الدوري الليبي في صدارة المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة رغم خسارته أمام الاتحاد بهدفين دون رد في الجولة السابعة، وتأهل لتمثيل الكرة الليبية في هذه البطولة، فيأمل مع مديره الفني المصري طارق العشري في تحقيق فوز يزيد من حظوظه في متابعة مسيرته في هذه البطولة وبلوغ دوري المجموعات لأول مرة في تاريخه.
اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. بنتكلم على الاهلي واهلي بنغازي. تشكيل اهلي بنغازي زي ما هو نفس تشكيل المباراه السابقه، عفوا انا قلت وكسب تشيلسي الغني 4-0، كسب 2-0، 1-1 و2-0، ومعظم الاهداف في المباراه الاخيره من ضربات راس. استاذ حسن، كنا بنتكلم على النادي الاهلي والظروف الصعبه وتشكيله اليوم. الاهلي يعني انا عايز افرق ما بين مباراته الافريقيه والمباراه المحليه، مع ان اخر مباراه دي كانت العرض مع يانج افريكانز كان دون المستوى وكسب بضربات الجزاء الترجيحيه، ويانج افريكانز اعتقد ان هو يمكن مستوى اقل بكتير من اهلي بنغازي، لا يقارن. الاهلي برضو النهارده اعتقد ان عنده فرصه، وعنده يعني كمان حاجه ضده، الفرصه بتاعته ان اهلي بنغازي بيهاجم او عايز يخلص المباراه من المواجهه من هذه المباراه. وعشان كده ربما يكون التغيير المهم اللي عمله محمد يوسف، ان عبد الفضيل مصطفى عمل تغيير مكان عبد محمد نجيب يرجع، لكن ان رامي ربيعه يبقى في الوسط، انا دايما بقول ان رامي ربيعه هو اللاعب اللي ممكن يكون مهاجم من وسط الملعب. طبعا في مهاجمين موسى وعبد الله السعيد، لكن ده اضافه للقدره الهجوميه للاهلي مع من وسط الملعب، مش اتنين ارتكاز دفاعيين. ده يمكن يخلي الهجمات المضاده للاهلي اسرع، ويمكن يوسف بيفكر في انه يسجل في اهلي بنغازي. نقطه الضعف ان طبعا يعني مدرب اهلي بنغازي حافظ النادي الاهلي. وحافظ النادي الاهلي وله تجارب مع النادي الاهلي في عز ما كان فيه، هو مدرب بيذاكر كويس، بيذاكر كويس قوي. وهو كمان في عز مانويل جوزيه لما كان هو راسبوتين الكره في مصر او راسبوتين النادي الاهلي. العشري طارق العشري يعني بيفكر وبيعمل تكتيكات كويسه، واعتقد ان هو حافظ مفاتيح النادي الاهلي، بدليل انه خد من استاذه ده الكاس والسوبر طبعا. ما يعني في المواجهات السابقه قدر يتفوق على مانويل جوزيه في مرتين. الراجل هو اللي غازك وحط الكره تشب في البنالتي ده عقدني، قال ايه الافارقه ما بيعرفوش يشوطوا بالانتيات، واول واحد يحطها لي بالطريقه دي زين الدين زيدان. ايوه حاجه تكسب الواحد، بس كسبنا في الاخر الحمد لله، في حد حطها في الشارع معلش يعني. لا لا لعبوها كويس يعني، هم سجلوا اول ثلاثه واخفقوا في اخر ثلاثه، كمل الصح. فطبعا طبعا الاهلي عنده مفاتيح لعبه مهمه جدا، وللاسف ان هو مش لاقي باك رايت، لان انا كنت بفضل دايما ان احمد فتحي يكون في وسط الملعب ما يكونش في الباك رايت، انما هو موجود في الباك رايت وهيعمل جبهه يمين مع عبد الله السعيد، وسيد معوض مع موسى يدان. موسى يدان احد المكاسب الافريقيه المهمه جدا للنادي الاهلي، هو صانع العاب، بس صانع العاب سريع الجري وكثير الجري، مش صانع العاب ضابط ايقاع، ده فرق كبير قوي بينه وبين ضابط الايقاع ابو تريكه. موسى يدان هيكون ورقه من الاوراق الرابحه النهارده. عمرو جمال راس حربه متميز جدا بكرات في الكرات العرضيه والعاب الهواء. الهجوم المرتد ربما يكون سلاح الاهلي، ويفاجئنا بقى محمد يوسف، ويخلينا بقى نقول ان الاهلي فريق كبير حقيقي، انه يعني يضغط من بدري ويهاجم من بدري، ويهاجم بكتلة بتاعت الفريق، ما يهاجمش بالهجوم المضاد. لكن انا في تصوري انه هيعتمد على الهجوم المرتد، يعني على الاقل في جزء من المباراة. الاهلي بنغازي يعني انا طبعا عارف ان في لعيبة مميزين جدا، الاثنين النيجيريين المحترفين سلمون جايسون، موسيس ركوما من نيجيريا ايضا، الاثنين من نيجيريا، وادوار سادومبا زيمبابوي، والستوبر احمد العلواني من تونس. سادومبا الحقيقه برضو يعني لعيب مميز جدا، و بيجيد ضربات الراس، واحمد الزاوي بيجيد ايضا ضربات الراس، معاهم احمد عيد في سائط وراهم. احمد عيد طريقه لعبه يمكن تكون محفوظه شويه للاهلي، لانه بيجي من ورا احمد عيد، بس لو هيمسك كوره كتير هيبقى ده نقطه لصالح النادي الاهلي، لان احمد عيد من عيوبه انه بيمسك كوره كتير في الوقت اللي الهجمه المفروض تبقى سريعه قوي وتخلص، ان هو بيلعب في مكان متقدم خلف راسين الحربه. اعتقد ان شاء الله لو الاهلي
لعب بالثقه بتاعته ومدرك ان هو فريق تقيل وفريق كبير ممكن يعمل نتيجه كويسه، خصوصا اذا اندفع اهلي بنغازي في الهجوم. عندي خبر انفراد حصر لينا انه الفيفا رشح شخصيه العام عن افريقيا كابتن حسن شحاته. الفيفا يرشح عن افريقيا كابتن حسن شحاته كشخصيه العام عن افريقيا. نرجو انه الترشيح ده في النهايه يبقى اختيار، هو ترشيح في البدايه من الفيفا، واي شيء لمصر يبقى امر مشرف جدا بالنسبه لنا. وهحاول اعمل اتصال تليفوني عن هذا الخبر، والخبر مؤكد، وجات لي رساله بيه دلوقتي من احد الاصدقاء المقربين لنا، متاكد جدا منه. اتمنى ان شاء الله عز وجل انه هذا الترشيح يصل في النهايه الى الاختيار، وده امر جميل جدا جدا. نتمنى ان شاء الله عز وجل دائما وابدا يبقوا نجوم مصر في كل المجالات يبقوا كده يعني. واذا كابتن حسن شحاته بقى شخصيه العام عن افريقيا امر رائع، خاصه ان الراجل ما بيدربش بقاله فتره، لكن قد ايه الناس بتحترم الرموز، وامر جميل جدا. مجرد الترشيح نبارك للكابتن حسن شحاته عليها كابتن خالد، وده امر يفرح، امر يشرف جدا، وامر يسعدنا جدا 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 انه يبقى شخصيه مصريه رياضيه كرويه مرشحه من قبل الفيفا كشخصيه العام في افريقيا. اكيد اكيد طبعا، شرف لنا كلنا ان الكابتن حسن شحاته يكون مرشح للشخصيه الرياضيه. الخبر انه بالفعل تم اختياره، الخبر انه تم اختيار كابتن حسن شحاته كشخصيه العام عن افريقيا من قبل الفيفا. ده ارجو تعملوا حاجه بسرعه للكابتن حسن شحاته بسرعه، وتحاولوا تجيبوه لنا على الهواء، وتتصلوا لنا بزميلنا العزيز عمرو وهبي، لانه اعتقد عنده بعضا من تفاصيل هذا الخبر. بسرعه يتعمل حاجه دلوقتي عن الكابتن حسن شحاته، ونقدم له التهنئه الشديده جدا. اظن يعني حاجه تشرف يا كابتن خالد. طبعا يستحق كابتن حسن يستحق، وحاجه تشرف لنا كمصريين. راجل طبعا اخلص، وراجل اوفى، وراجل عمل نتائج اعتقد لن تتحقق في تاريخ العالم كامل. ثلاث بطولات قاريه لاي مدرب على مستوى العالم ما قدرش يحققها، فيمكن ده انجاز كبير جدا. شرف لنا طبعا في مصر ان كابتن حسن شحاته يكون هو شخصيه العام الرياضيه في ظل كل المشاكل الرياضيه وكل المصايب الرياضيه اللي احنا شايفينها على الهواء. جات لنا بسمه من بره ان كابتن حسن شحاته شخصيه العام الرياضيه. الاستاذ حسن مسكاوي كمان طبعا مبروك. حاجه جميله جدا، ده تكريم مهم، وخصوصا هو من الفيفا. وكابتن حسن كان يستحق اكتر من كده من زمان، لان مصر ما عملتلوش حاجه. انا متاسف. وبعدين يعني طبعا ده صحيح. لا صحيح. وبعدين هو سمير زاهر قال له خليك انا هاجي لك في الاسانسير. انا مش بهزر يعني، طريقه اقاله حسن شحاته من المنتخب الوطني عندي تفاصيلها يعني. الراجل بعد مباراه النيجر، فانت عارف بقى ساعتها، وكانت الثوره والقصه فالكابتن قال له لا انا جاي لك انا، فالكابتن حسن قال له لا انا جاي لك، راح طالع له بالظبط كده، راح له بيته قال له انا عندي تعليمات عليا ان انت تتشال. فالكابتن حسن راجل شديد الادب يعني، قال له تعليمات عليا؟ قال له لا ما اقولكش. ما هو كان الكابتن سمير زاهر برضه معايا، لان عندي تعليمات عليا ان انت، كان دايما قصه التعليمات العليا يعني، ودي القصه اللي ماشيه على طول، عندي تعليمات. فالكابتن حسن بقى ساعتها هو كان متضايق ان احنا خسرانين، كانت في حاله توترات في البلد ساعتها، فقال لي يا عم لا تعليمات عليا ولا تعليمات سفلى، السلام عليكم. كابتن وراح ماشي. لا تعقيب بس على المنسى وبعدين كابتن حسن. احنا دايما ليه بنقول مصر ما ادتش لحد؟ نقول الاشخاص. الاشخاص معاك، لان مصر بصراحه يعني مصر لا مش انت والله لا لا مصر لا بالعكس تعبت. انا خايف الصبح اصحى الصبح الاقي مصر تفشط مننا. لا معاك حق، تفشط ما لقاهاش الاشخاص. انا معاك معاك حق، لان مصر دي حاجه عظيمه جدا يعني. المسؤولين معاك كل الحق. معاك لا معاك فعلا، احنا بنقحم مصر في كل حاجه. لا مؤاخذه يا احمد، بنخزن في مؤاخذه. انا السلام عليكم، انا مروح خلاص. لا احنا بنحاول نهدي نفوس يعني. بس انا خلي بالك، انا اللي بدير كل يوم، مش قاعد لك على طول، انا بنكمل معاك. احنا بنهدي نفوس بينك وبين الناس يعني، احنا اثنين لكن انت في ملايين. لا هو اصحابي كل يوم، مش تعقيبا على كابتن احمد. لا لا فهم. ان فعلا كل واحد يقول له مصر. لا مصر ادتنا. ادتنا كلنا. ده صحيح. وانك الاشخاص الذين يعملون داخل مصر هم دول بصراحه المفروض يتحاسبوا. صحيح. بتحط مصر في كل حاجه. عايزين كابتن حسن شحاته الف مبروك. يستحق. عمل انجاز. بص بوضوح كده، ما تحققش في اي بطوله قاريه ولا هيتحقق بعد 50 سنه. انا ما اعتقدش ان في مدرب في امريكا اللاتينيه، في اوروبا، في اي مكان يقدر ياخد انتخابات ثلاث مرات ورا بعض. وعمل كوره انا لغايه دلوقتي مش مصدقها. في 2008 في غانا حاجه. بص
كنا بنسأل يا ربي هنكسب ولا لا يا ربي ونمسك سبحة ونقول واحنا بنلعب ماتشات. نعم. ده المصريين دول مؤمنين بشكل يقعدوا في المدرجات يا رب يا ساتر يا رب يا ساتر. كلهم احنا بقالنا كده 30 سنة من الكورة مع الكابتن شحاتة وقبل وبعده يعني نفضى على طول كده كنا والله في غانا انا كنت بقول ايه ده هنكسب كام بقى ده صحيح مش يا ترى هنكسب ولا لا نعم هنكسب كام. مبروك يا كابتن حسن ومبروك بقى هنا للكرة المصرية والاتحاد المصري يا رب يتحركوا بقى الأشخاص داخل الاتحاد المصري يا رب يتحركوا ويكرموا الرجل بما قدمه لكرة القدم المصرية. كم أنت كبير يا شحاتة كم أنت رائع يا مايسترو. نعم ارفعوا أقلامكم خلاص نحو ألسنتكم خلاص شيلوا انتقاداتكم خلاص 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 خلاص. الرجل كتب التاريخ الرجل الذي غير التاريخ. كم أنت قوي الشخصية يا شحاتة كم تحمل كم تحمل ولكن العبرة بالخواتيم. بطل افريقيا 2006 بطل افريقيا 2008 ذهبية العاب العربية بعد 30 سنة رجعت لمصر. ماذا تريدون؟ كم أحبك يا شحاتة لأنك مثال ونموذج للمدرب الوطني. شكرا فريق الإخراج فريق الإعداد. سريعا والصوت كان عربيا خالصا الصديق والزميل العزيز عصام شوالي وأيضا صديقي العزيز عمرو وهبي. مساء الخير يا عمرو. مساء الخير يا كابتن أحمد. يعني أنا بشكرك على هذا الخبر الجميل. يعني هو طبعا أول ما عرفته هو خبر جميل لينا كمصريين كلنا طبعا طبعا فطبعا كان فرحتي إن أنا مش عارف أخبي الخبر. حضرتك أسرع وسيلة لان احنا نفرح المصريين بالخبر ده. طب اديني كواليسه. والله لا ما اللي وصل لي ان في اجتماع بتاع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي يعني انتهى من شويه صغيرين وعرفت ان كان في ثلاث مرشحين من افريقيا لشخصيه العام عن افريقيا اللي بيكرمها الفيفا وهيتم تكريم صاحب الشخصيه في في افتتاح كاس العالم ان شاء الله في ساو باولو في البرازيل السنه دي. والحمد لله تم الاتفاق او تم الاجماع على كابتن حسن ان هو يكون شخصيه العام عن افريقيا وهيتم ان شاء الله تكريمه مقابل الفيفا باذن الله. يعني الخبر ده حتى لسه هينزل على الفيفا كمان ساعتين على fifa.com بس ده خبر مؤكد يعني احب اكده لحضرتك. تم اختياره وهيكرم على هامش كاس العالم كأس العالم في ساو باولو ان شاء الله في يونيو الجاي باذن الله في يونيو القادم في يونيو القادم. اذا حسن شحاته الذي لم يحقق حلمه في الوصول لكأس العالم كمدرب يذهب كمكرم وكشخصيه العام عن افريقيا في كأس العالم 2014. على فكره كابتن احمد تم اخبار الكابتن حسن بهذا الموضوع من قبل فيفا دايركت. عرف من شويه طبعا عرف مننا ولا منهم؟ لا لا منهم دايركت عارف منهم واحنا يعني بنعرفه كمان وبنقول له وبنهنيه وبنبارك له لانه يستحق كل تقدير الحقيقه. انا تحت امرك كابتن. اشكرك يا عمرو شكرا جزيلا وسعداء ان احنا نكون اصحاب السبق في اعلان هذا الخبر السعيد الجميل. نرجع بقى للمباراه. فريق اهلي بنغازي فريق قوي يمتاز بالكرات الثابته عنده فرج عبد الحفيظ مميز جدا فيها اشول وشفنا الاهداف وعنده ضربات راس لاحمد الزوي وعنده عدد من اللاعبين المميزين عنده موسيس اركوما 19 سنه فريق عنده طموح. في المقابل النادي الاهلي بيلعب بطريقه اعتقد هجوميه براسي حربه عمرو جمال مع جده ورام موسى يدان وعبد الله السعيد الشمال سيد معوض اليمين احمد فتحي. اخد منك التفاصيل شكل المباراه وانت قلق جدا عالي زي ما كنا قلقانين الماتش اللي فات. هل قلق بدرجه اكتر ولا اقل؟ هسمع منك الاجابه بعد الفاصل. اوكي. حسن بصري حسن بصري علي خليل قلش سامي منصور ورايح بيلعبها 1 2 مع حسن شحاته ويقدر يشوط حسن وكذا راحت شمال وكره حلوه جول 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 جول. برافو يا حسن برافو يا حسن. حسن اللي فاهم ووصل لخط النص وبيزو وفات حسن وماشي حسن ومفرب الجول. برافو يا حسن هيعمل ايه ولعب كره. يا سلام يا سلام برافو يا علي. بيرقص حسن شحاته بيديه لقدام وبيقول له امشي 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 هو الجول هو الجول هو الجول جول 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 حسن شحاته جول
عادل عبد الواحد اداله وحسن مشي بثقة. حسن شحاتة فريق أهلي بنغازي الليبي الذي تأسس عام 1947 سبق له المشاركة في هذه البطولة في ثلاث مناسبات آخرها عام 2010، وخرج من الدور التمهيدي أمام جوليبا المالي. بدأ مسيرته في هذه النسخة منذ الدور التمهيدي ونجح في تجاوز فولا إديفز تشادي بعد فوزه ذهابا في تونس برباعية دون رد افتتحها واختتمها مهاجم منتخب زيمبابوي إدوارد سادومبا في الدقيقتين 26 و87، وبينهما سجل الثنائي عبد الرحمن العمامي ومعتز المهدي هدفين في الدقيقتين 55 و71، ثم خسر إيابا في ناجامينا بهدفين دون مقابل. رجال المدرب المصري طارق العشري وصلوا مسيرتهم في البطولة عندما تخطوا بيركام تشيلسي الغاني في الدور الأول بعد أن نجحوا في التعادل في اللقاء الأول بهدف لمثله، وسجل لهم سولومون جابسون، ثم حسموا لقاء العودة بثنائية أحمد الزوي وسادومبا. أما الأهلي عملاق القارة الأول وصاحب الرقم القياسي في إحراز لقب هذه البطولة، فقد بدأ مسيرته في مشاركته رقم 24 في هذه البطولة بالخسارة أمام يانج أفريكانز التنزاني في ذهاب الدور الأول بهدف نادر حروب على ملعب بنجامين مكابا في مدينة دار السلام، ثم نجح في الفوز إيابا على ملعب حرس الحدود بالإسكندرية بهدف نجم دفاعه سيد معوض قبل أن يتجاوز البطل التنزاني بفارق ركلات الترجيح بعد تألق حارسه شريف إكرامي وتصديه لركلتين. إذن معنا على الهاتف أحسن شخصية إفريقية في العام بناء على اختيار الفيفا المدرب المصري القدير كابتن حسن شحاتة. أبو كريم ألف مبروك يا كابتن حسن، ودائما وأبدا بالتوفيق، وهذا أقل رد اعتبار لك لما قدمته لكرة القدم المصرية والأفريقية، ويكفي اعتراف العالم واعتراف الفيفا بما قدمته. مبروك يا كابتن حسن. كابتن أحمد متشكر جدا طبعا، وطبعا سلامي لحضرتك وسلامي للأستاذ حسن الاستكاية والأستاذ خالد بيومي، وطبعا ديت يعني انا بعتبرها لما بلغوني بعتبرها ان هي حاجه جميله او حاجه ادبيه لمصر كلها مش لحسن شحاته لوحده. الحمد لله. كابتن حسن وانت بتتبلغ قول لي مشاعرك، خاصه انه الخبر مفاجئ وجميل لما بتبقى قاعد وبيجي لك حاجه جميله كده، اعتقد بيبقى ردود فعلها غير طبيعيه يا كابتن حسن. وهي فعلا يعني بتبقى غير طبيعيه كابتن احمد، وساعتها انا كنت بتغدى بصراحه وبعدين رحت سايب الغدا، عارف حضرتك ازاي، لان دي سمعت. مش عاوز اقول تبقى رد اعتبار ولا حاجه، لكن عاوز اقول ان هي الحمد لله ان هي لمصر كلها في الوقت اللي احنا فيه ده، ان في حاجه على الاقل يعني ان شاء الله تفرحنا في مصر ان شاء الله، بالرغم ان هي حاجه ادبيه وتكريم ادبي، هي بس هتبقى حاجه جميله لمصر يعني. عشان كده يعني انا سبت الغدا وقعدت شويه كده عيطت، يعني بكيت اكتر شويه، بكيت اكتر، هي حته البكا دي بتبقى يعني شويه بتبقى نازله كده غرغره بس في العين يعني، دمعت بس. وبعدين بترجعنا لايام، وخاصه لما يبقى كان في كمان اثنين مرشحين معايا من الجزائر ومن ساحل العاج. نعم كنت ديت برضو بتبقى حاجة جميلة لمصر كلها يعني. كنت عارف يا كابتن انه في استفتاء وفي ترشيحات ولا؟ لا كل كابتن مين بلغك من الفيفا؟ مين بلغك من الفيفا يا كابتن؟ اللي بلغني الباشمهندس هنا بريدة من سويسرا. هنا بريدة اللي بلغك من سويسرا. يعني قول لي، طب لحظة ما دق الجرس كده بالظبط وانت بترفع، وهنا بريدة بقول لك مبروك يا ابو كريم، انت شخصية العام عن افريقيا من الفيفا. هو كابتن احمد معلش، هو طلبني ساعتها وانا كنت في صلاة الجمعة. وبعد ما خلصت الصلاه فلقيت تليفون الباشمهندس، وانا عارف ان هو اصلا مش موجود في مصر يعني، فطلبته. ما عطانيش في الاول حاجه، لان برضو يعني جالي الكمبيوتر كده او الرساله كده بالفرنساوي.
طبعا عند الفرنساوي برضه يعني اقول لك ان انا يعني بعافيه شويه بعافيه شويه قفلت وهي جت عرفت ان هي بعد الصفاره قالت لي رسالتك ايوه رحت سايب التليفون خالص فروحت سايب رسالتي يا باشمهندس حسن شحاته بكلمك اطمن عليك وبتاع بس ما كنتش اعرف لسه حاجه يعني التليفون ده باشمهندس نعم وشويه هو بقى لقيت قال لي بعد كده في رساله جت ان انا دلوقتي فري والخط متاح واتصل فرحت متصل بيه بسال عليه بطمن عليه لا اكثر ولا اقل يعني بس فلقيته بقى بيقول لي مبروك هنا باشمهندس في ايه؟ قال لي كذا وكذا 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 وكان مترشح معاك اثنين واحنا دلوقتي نعلنها ولا نستنى لما تصدر من الاتحاد الدولي مره واحده؟ قلت له لا فرحنا فرح مصر وفرح الناس في مصر يا باشمهندس دي حاجه كبيره لان دي حاجه حلوه لمصر ده صحيح حتى لوحده يعني يمكن جايه من خلال شخصي لكن هي الحمد لله حاجه حلوه لمصر قال لي طب هكلم عمرو وخلي عمرو ايه ينزلها لغايه ما يصدر الاتحاد الدولي الخبر الخبر يعني بس فشكرته طبعا وقلت له متشكر يا باشمهندس وبتاع قال لي لا احنا مش متشكر على حاجه انا بس راجل كنت راجل متواجد وان كان في ثلاثه مترشحين والحمد لله خدوه اختاروك انت يعني طيب كابتن على اساس ان انت هتكرم في البرازيل اثناء افتتاح كاس العالم نعم كابتن حسن مسكاوي بالتاكيد عايز يهنيك مبروك يا كابتن الف مبروك طبعا ربنا يخليك حاجه جميله حاجه جميله بجد يعني احنا سعداء جدا بهذا التكريم بس قول لي تفتكر هسالك سؤال بس يعني ايه اقعد كده فتره طويله تفكر فيه في الاجابه بتاعته تفتكر هنكسب كاس الامم الافريقيه ثلاث مرات ورا بعض امتى لا معلش ربنا قادر على كل شيء كان توفيق عند ربنا سبحانه وتعالى يعني. انا بس حبيت ربنا سبحانه وتعالى وتوفيق كمان ان ربنا وفقنا في مجموعه اللاعبين اللي كانت موجوده انا طبعا لا انا انا بهنيك بطريقتي يعني انه ده مستحيل يحصل تاني بان ده صعب قوي طبعا دايما لكن انت عملت انجاز كبير تستحق هذا التكريم يا كابتن خالد بيومي كمان كابتن خالد بيومي عايز يبارك لك كمان يا كابتن حسن اتفضل يا كابتن كابتن خالد الف مبروك يا كابتن اولا ببارك لك وببارك لمصر لان فعلا ده رد اعتبار زي ما انت قلت احنا نبارك لمصر يعني طبعا. شخص الضعيف ده نبارك لمصر الحمد لله دي حاجه لمصر كلها مش لحسن شحاته لوحده الحمد لله وهو ده اخر كلام يا كابتن حسن فعلا تستحق كل خير لانك دايما بتتكلم باسم مصر مبروك لمصر ومبروك لحضرتك وده رد اعتبار ليك في الفتره الاخيره لامور كتيره جدا علمها جميعا ولكن مبروك لمصر مبروك للكابتن حسن شحاته اختياره افضل شخصيه رياضيه على مستوى افريقيا لهذا العام اعتقد ان جايه في وقت صعب جدا جدا يعني هي الحاجه الكويسه يا كابتن خالد ان هي برضه صادره من الاتحاد الدولي طبعا من طبعا دي قيمتها انا بعتبرها حاجه كويسه جدا يعني. هل ده يكون اذان بعوده كابتن حسن شحاته للتدريب مره اخرى يا كابتن حسن هو كابتن حسن شحاته كابتن احمد انا بقول بناء على 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 اللقب اللي انت بتديهوني هو ما سابش التدريب ايوه بس كل العروض يا كابتن احمد يعني الحمد لله ربنا رزاق ربنا كبير يعني انا في عروض كتيره جدا جدا من اغلب الدول العربيه سواء من شمال افريقيا كمان او من الدول الخليجيه لكن هو للاسف بنيجي بس لحاجه واحده كابتن احمد وهي عند الناحيه الماديه او الشرط المادي واخد بالك انت ازاي؟ فاحنا بنتعامل معلش احنا بنتعامل دلوقتي كمصريين على اساس الظروف اللي في البلد. فالشرط المادي هو اللي بيبقى عقبه فيه في اكثر من خمس مدرب كبير ومن حقك الثلاث اربع شهور اللي فاتوا دول مدرب كبير ومن حقك انك تطلب طلباتك الناس فعشان كده بقول لحضرتك يعني انا طبعا مش هطلع من مصر الا بكرامه مصر. بكرامه مصر، الحاجه اللي انا عاوزها لو ربنا اراد وان في حد هيوافق عليها يبقى خير وبركه، وبعدين كابتن احمد مفيش مغالاه يعني انا ما بغاليش ابدا في طلباتي. خالص. لكن العوده ما غاليت في طلباتي. العوده للتدريب لازم يبقى الواحد بالظبط كده. العوده للتدريب في مصر وارده يا كابتن حسن؟ كل شيء وارد يا كابتن احمد، طبعا ليه لا؟ ليه لا يا كابتن احمد؟ كل شيء وارد يا حبيبي. كابتن حسن بهنيك وبارك لك مره ثانيه تستحق كل تقدير وكل اشاده ومن نجاح الى نجاح كابتن حسن شحاته المدرب المصري القدير شكرا لحسن مستكاوي وشكرا كابتن مبروك شكرا جزيلا مبروك يا كابتن حسن الف شكر
شكرا فريق الاعداد الحقيقه والاخراج. معلش موضوع كابتن حسن خد مننا كتير بس كان يستحق. بسرعه على المباراه يا كابتن. لا مهم جدا كمان الكابتن حسن شحاته يكرم ويكرم يكون احنا اول استوديو يقول ان كابتن حسن شحاته تم تكريمه من قبل الاتحاد الدولي. طبعا الاهلي يلعب 4-2-3-1 مش 4-4-2. 4-2-3-1 جده على الشمال وعبد الله وموسى ايدان. معلش يعني ممكن اسالك ليه مش 4-2-2-2؟ ما اعتقدش لان جده انا في رايي في الورقه دي يعني. لا جده كراس حربه وانا في رايي انا المساحات بالنسبه لجده افضل بكتير جدا. لما بترمي في حضن المدافعين ما بيشتغلش كويس فهو تلعب على الشمال او اليمين بيبان اكتر بياخد مساحات اكتر بيبقى خطورته باين اكتر بالنسبه للعيبه النادي الاهلي. انما لما تلعب مع عمرو جمال ممكن متطلبات المباراه او في وقت معين ينزل كراس حربه ثاني ولكن في اعتقادي يبدا كراس حربه في رايي تبقى صعبه جدا على امكانيات جده كلاعب بيلعب على المساحات. 4-2-3-1 برامي ربيعه وحسام عاشور. انا شايف ان ربيع مهم جدا لان طبعا حسام وشهاب في الفتره الاخيره قليلين جدا مع بعض الاثنين ما فيش الانتاج الكويس من الشكل الهجوم. في اربع امور بالنسبه للاهلي المصري. واحد الدفاع وهم مميزين في الهجوم مميزين في الكرات العاليه وكرات الثابته ومعظم اهداف اللي بتخش في النادي الاهلي في الوقت الحالي ما بين قلبين الدفاع يا اما كور مرتده يا اما كور ثابته فدي لازم يكون فيها حذر كويس. اثنين وسط الملعب تعديل النهارده بتاع رامي ربيعه اعتقد ممكن يدي مؤشر ان يلعب قدام وائل جمعه او محمد نجيب وكمان يزيد في حته صناعه اللعب يساعد موسى ويساعد عبد الله السعيد ومحمد نجيب جدا. الاهلي انا في رايي في كل المباريات الاخيره كابتن احمد افتقد لليدر القائد جوه الملعب لم يعد لديه اللاعب الليدر او الشخصيه. بنتكلم ابو تريكه بنتكلم على حسام غالي في وقت من الاوقات كان لديه قدره كبيره جدا على استعاده شكله ومنظومه النادي الاهلي. الاهلي النقطه الرابعه لم يعد قادر على الجماعيه التي كان يتميز بها جماعيه الاداء بتميز بيها في حته معينه ممكن يكون في الحته الاماميه انما السته او سبعه لاعبين اللي تحت كل واحد بيلعب في شكل تاني خالص. عشان كده الجماعيه اثرت كتير جدا على نتائج النادي الاهلي. اهلي بنغازي انا بس عايز اصحح ان انا قلت ان احمد العلواني هو تونسي انا اسف وليد هم عندهم اربعه موجود في القائمه اللي فازت ببطوله افريقيا المحليه وكمان عبد الرحمن العمامي نفس القصه هو اللي مسجل هدف كمان المدافع الايسر. الفرقه الاهلي بنغازي فرقه طورها كتير جدا الكابتن طارق العشري عمل منها تنظيم كويس ودي حاجه من موجوده التنظيم بالنسبه للست لاعبين اذا كان طارق الجمل ناحيه اليمين احمد الطوارغي كقلب دفاع واحمد العلواني وكمان عبد الرحمن مشا ست اثنين لاعبين نص ملعب كويسين جدا سلمان جايسون وكمان موسى اركوما عندهم اطراف ملعب ممتازين اذا كان احمد عيد فرج عبد الحفيظ بالاضافه حزاري من الكرات العاليه وكرات الثابته لاحمد لزوي وكمان ادوارد سادومبا لانه لاعب خطر جدا جدا على قلب الدفاع في النادي. اشكرك كابتن خالد اشكرك استاذ حسن. خلينا نذهب الى ملعب المباراه بصحبه صوت معلقنا الكبير كابتن محمود بكر. احداث الشوط الاول من مباراه الاهلي واهلي بنغازي دور 16 للبطوله الافريقيه ولكن بعد الفاصل. شكرا كابتن محمود بكر. ونهايه احداث الشوط الاول اعزائي المشاهدين مباراه دور 16 في البطوله الافريقيه لانديه ابطال الدوري التي جمعت ما بين اهلي بنغازي والاهلي المصري انتهت بالتعادل السلبي بدون اهداف وبدون اي شيء. يعني تقريبا مباراه كده شبه وديه شبه تحس انه تمرين بس تمرين شويه في جري لكن المباراه لا يوجد بها اي نوع من انواع المتعه في كره القدم. استاذ حسن استمتعت بالشوط الاول يعني شفت حاجه جميله تقدر تتكلم عليها ولا الاهلي مهتم بالدفاع واهلي بنغازي لم يستثمر كثره الضربات الركنيه اللي جات له طول الشوط الاول؟ هقول لك اشهر خطتين انا كلمت معاه فيهم قبل كده. الاهلي لعب بخطه الاهلي المصري لعب بخطه اي حاجه دي خطه شهيره واهلي بنغازي لعب بخطه ولا حاجه. الفرقتين انا ممكن اكملك بس اقول لك قول لي حاجه اقول لك ده من الحاجات المباريات القليله اللي تلاقي فرقتين بيلعبوا مع بعض يعني اركوما او فرج عبد الحفيظ ياخد الكوره يديها لسيد عبد الحفيظ لا اللي هو افكرك اللعب التعاوني لسيد معوض استاذ نجيب مسك اللعب التعاوني رامي ربيعة تعاونه لعب زراعي يعني رامي ربيعة ياخدها يديها لجيسون هكذا ماشيين يعني ايه ده ياخد الكره يديها الربيع الكروي ده يديها لده طبعا يعني عشوائيه مسيطره على الملعب. صحيح الفريق الليبي اهلي بنغازي بيلعب بضغط متقدم بيلعب بيطلعوا لقدام لكن تشعر ان هذا الضغط ايضا بعشوائيه يعني ما هواش منظم قوي وعشان كده كمان المباراه
تلاقي فيها حاجه غريبه قوي، فيها قلش كتير جدا. يعني ناس بتقلش في جوه الست ياردة، سواء من الاهلي المصري او من الاهلي بني غازي. جمهور ايه؟ دول جمهور بني غازي مش كده؟ هما بيلبسوا احمر. طبعا. يعني سادومبا اللي هو احنا بنقول عليه لعيب تقيل جدا وممتاز جوه الست ياردة، في الدقيقه 38 بيقلش قلشه، طبعا كانت هتبقى هدف. يعني مفيش اداء جماعي تقدر تقول عليه معلم عندك بعد ال 45 دقيقه الاولى من الفرقتين. يعني كل الفرقه، خالد بيومي قال جمله حاجه مهمه جدا في بدايه الاستوديو، ان الاهلي فقد الجماعيه بتاعته. ده حقيقي، الجماعيه اللي هي 6-7 نقلات 8 نقلات، وانت عارف ان الهجمه هتنتهي بموقف في 18 بتاع المنافس. ده ما بيحصلش دلوقتي من النادي الاهلي. الحقيقه يعني كله رد فعل، كل واحد بيلعب لوحده، كل واحد اللي بيقدره ربنا عليه بيقدر يعمله. ويعني الوحيد اللي تشعر انه ده طبعا دي فرصه، دي تخديه في فرصه اخطر بعد كده ومسدده بين ايدين شريف اكرام. دي الفرصه اللي انا عرفت منها ان احمد عيد عبد الملك بيلعب موجود. الوحيد اللي في الملعب اللي تشعر ان هو يعني في حاجه عايز يعملها هو موسى ايدان، اللي صحيح. بيجري بيلعب يا اخي. اللعيب اللي يلعب الكوره يمررها ويتحرك وبعدين يجري او يفقد الكوره ويحاول ينتزعها وعشان يبني هجمه تانية بعد كده. هو ده المفروض في ال11 لعيب او في ال10 لعيبه اللي جوه الملعب. لكن ده مش موجود الحقيقه. لا مش موجود. ده طبعا يعني راس الحربة يعني راجل طيب ما وقعش. لو وقع بينالتي هتبقى بينالتي. طبعا، لان يعني وائل جمعه طلع بسلم عليه يعني. دي بعتبرها فرصه. الفرصه اكيده يعني. دي بعتبرها فرصه. فرصه اكيده. طيب. كابتن محمود بكر سالني على لعبه شريف اكرامي اللي طلع خدها من فوق، وهو خلاص هو جاوب، لان يا اما تتلعب بالبوكس يا اما ما يطلعش، لانها وقعت ولو في مهاجم ناصح تحت هتطبط رجله جون وخلصت، خاصه انها اتكعبلت كتير والحمد لله وقفت تحت جسمه بالعافيه. فالافضل لما الحارس بيوصل للمنطقه دي من الافضل بالبوكس، البوكس هيبقى ضعيف لان الاوفر جاي ضعيف كمان اصلا، يعني قوه البوكس بيجي في قوه الاوفر او الكره العرضيه. فبالتالي لا افضل ان الحارس يطلع هنا الا اذا كان متمكن منها بنسبه 100%، الا اذا كان مسكن او بوكسا زي ما بيقول. طيب كابتن خالد، بسبب ايه كان سوء الاداء؟ يعني الاهلي مالوش تواجد هجومي خالص على الاطلاق، لم نشعر به. واهلي بن غازي بيهاجم وبيوصل الكره بالراس وكره ثابته وتسديده، لكنه زي ما قال الاستاذ حسن مستكاوي ولا حاجه، ما فيش حاجه يعني. لا لا مش ما فيش حاجه ولا حاجه، اي حاجه واي حاجه. نعم، عشان بس هو اهلي بن غازي على لا هو كتاب كده يعني. على الاقل الوصول للمرمى كان اخطر بكتير من الاهلي في المستوى بالمقارنه بالمستوى بين الفريقين. لاهلي بن غازي نسبيا وصل المرمى، عمل كورتين ثلاثه كان ممكن يكون فيهم هدفين بالنسبه او هدف بالنسبه لفريق اهلي بن غازي. ولكن طبعا في فرق كبير جدا حتى طرف الملعب بالنسبه لفريق اهلي بن غازي، على الاقل بيتحركوا اذا كان العمامي او طارق الجمل بيتحركوا لقدام ومدين فرصه لفرج عبد الحفيظ ومدين فرصه لاحمد عبد الملك في وقت ما من المباراه، يعني في شكل معين. اثنين الرباعي الامامي صحيح في رعونه في حته انهاء الهجمه، ولكن عندهم ادوار على الاقل، عاملين فاصل كبير من خط دفاع النادي الاهلي ووسط ملعب، او ارغموا رامي ربيع وحسام عاشور للرجوع كست لاعبين في خط الدفاع، وده يمكن ادى الى خلل هجومي بالنسبه للنادي الاهلي. ثلاثه الاستحواذ، يعني هم تمريرهم كتير، بيشتغلوا كتير على الاطراف، بس طبعا لسه حته انهاء الشغل او العمل الجماعي غير متواجد، وانا شايف ان سوء ارضيه الملعب في رايي مأثره كتير. ثلاثه تقارب خطوط الاهلي بنغازي افضل بكتير جدا من النادي الاهلي في حته تقارب الخطوط، اذا كان دفاعيا بالعمامي والعلواني والتروغي وكمان طارق الجمل مع موزيس وجابسون، وانا في رايي موزيس وجابسون اقل اللاعبين بطئا في اللاعب في اهلي بنغازي، لو هم اسرع من كده كان ممكن يخلقوا مشاكل على النادي الاهلي. النادي الاهلي لما ارى احمد فتحي ولا سيد معوض في الشكل الامامي، عشان كده في مساحه كبيره جدا بينه وبين جده وعبد الله السعيد، فاصل كبير بين الوسط والهجوم والدفاع، وده يمكن نقطه سلبيه موجوده بالنسبه لدفاع النادي الاهلي ووسط ملعبه رامي وعاشور.
بطء شديد جدا في نقل الهجمه. يمكن زمالوس حصل حته بس موسى يدان الوحيد فقط لا غير بيتحرك بشكل لامامي، انما جده وعمرو جمال وحسام عاشور ورامي ربيعه وكل لاعبين الاهلي كل معظم لعبهم من خلف، عشان كده مدين فرصه كبيره لفرقه اهلي بنغازي للتنظيم الدفاعي اللي ممكن يخطفوه في الشوط الثاني. تباعد الخطوط الثلاثه كان سبب من سمات النادي الاهلي. نتكلم على الدفاع في ياما ولعيبه نص الملعب في ياما والثلاثي الامامي في ياما، مع التغيير التنويع ما بين جده وما بين عمرو جمال، واعتقد ان دي سلبيه موجوده عند النادي الاهلي في اخر مبارياته كلها. ويمكن كمان ان اهلي بنغازي لو استغل بعض الاخطاء الفرديه اللي موجوده لبعض اللاعبين زي وائل جمعه، زي حسام عاشور، زي شريف في الطلعه اللي شفناها، كان ممكن يكون في خطوره على النادي الاهلي. وهو طارق العاشر ناجح لحد الان، ضغط وفرت سيطرته طبعا، هو اكثر خطوره وهجوما، لكن المباراه ما فيهاش متعه بس. لا خالص ما فيهاش متعه وما فيهاش كمان، انت عارف يعني انت حتى النادي الاهلي مثلا، عشان انا اعرف اذا كان بيلعب 4-2-3-1 او 4-4-2 انا مش قادر اركز بصراحه، انا 4-4-2 و4-2-3-1 ده عشان عشوائيه، في كتير جدا عشوائيه، في كمان عدم تركيز وعدم جماعيه بالنسبه للنادي الاهلي في الحته لما في الخمس ست لاعبين الاماميين، يعني دي رايي سلبيه كبيره جدا. الاهلي محتاج سرعات يا استاذ حسن، محتاج لاعب زي تريزيجيه اسرع كتير جدا. انا بتصور ان تريزيجيه اصبح بديل جيد، يعني كابتن يوسف شايفه انه لما بيبدا اساسي ما بيقدش كما ينبغي، لما بينزل حقيقه بيبقى له دور مؤثر، فيمكن الكابتن يوسف مأخره كبديل جيد. انا اتمنى يخرج وينزل مكان عبد الله السعيد. اتمنى، لان تريزيجيه لو لعب على الجبهه اليمنى هيدي مساحه كبيره جدا لاحمد فتحي، وممكن يقرف احمد عيد عبد الملك والعمامي، ودي جبهه كويسه عندهم في الشوط الثاني. تريزيجيه ممكن فاضل كده. لا اتفضل. تريزيجيه ممكن يقلب الهجمه اسرع مع موسى يدان وتريزيجيه، هيبقى عندك طرفين ملعب سرعه تقدر تشغل جده وتقدر تشغل عمرو جمال، انما على بال ما الكره بتوصل لنص ملعب النادي الاهلي خلاص السته بتوع الاهلي بنغازي، الاربعه المدافعين العمامي مع طارق الجمل مع موزيس مع جابسون بيرجعوا ببطء شديد ما عدا موسى يدان فقط لا غير، فده مديهم مساحه كبيره حريه اكتر ان هم يسيطروا على وسط الملعب اللي الاهلي مش قادر يسيطر عليه. ليه؟ لان في سرعه وحيده والباقي كله سيستم واحد، اسطمبه واحده، تحرك واحد، فخلاص مديني فرصه ان انا اعمل التنظيم الدفاعي بشكل رائع. كنت اسعقب على الاهلي اذا ما كانش هيمسك كوره ويمرر الكوره ويتبادلها، لا ده ديفو استاذ حسن، او مشكله كبيره جدا. انه حصه التمرير دي بتبقى محتاجه لما يكون عندك ثقه، يكون عندك لعيبه تستطيع انها تعمل ده. مفيش غير يدان اللي بيعمل. لا انا عبد الله السعيد انا مش لازم اللعيبه، مش الثقه بس، لازم اللعيبه تبقى عايزه وبعدين عندها لياقه عشان تتحرك كتير. في بس حاجه تانية احنا قلناها قبل كده كذا مره وبرده مش يعني، انت لو هتلعب جده وموسى يدان في الناحيه الشمال ووراهم سيد معوض برده في الناحيه الشمال، لازم جده يتحرك عكسي مع عمرو جمال مش كتير. ده برده يعني معطل الجبهه دي من قدام موسى يدان مع جد، عشان كده موسى بيرجع كتير اول ورا. هنذهب سريعا الى احداث الشوط الثاني من مباراه اهلي بنغازي والاهلي المصري. بذكركم بخبر اليوم، الفيفا اختار الكابتن حسن شحاته هو شخصيه العام عن افريقيا، بنبارك له من جديد. نذهب بعد الفاصل الى كابتن محمود بكر، احداث الشوط الثاني مباشره مع كابتن محمود بكر. انتهى الشوط الاول بالتعادل بدون اهداف. شكرا جزيلا لمعلقنا الكبير كابتن محمود بكر. اذا نهايه المباراه، اهلي بنغازي يتفوق على اهلي مصر بهدف نظيف احرزه سادومبا في الدقيقه 67 من اللقاء، خطا فادح محمد نجيب ثم وائل جمعه، ولا يتحمل المسؤوليه على الاطلاق شريف اكرامي حارس مرمى النادي الاهلي. الفوز هو مستحق بكل تاكيد لفريق اهلي بنغازي، لكن حقيقه الملاحظ انه الاحتفال مبالغ جدا جدا فيه بعد الهدف وبعد المباراة، حتى احمد عيد عبد الملك نفسه بنفس الطريقة ونفس الاسلوب، الشماريخ موجودة في المباراة. يعني الحقيقة كان الامر غريب جدا بالنسبة لي، بدأ وكأنه يعني موقعة وليست مباراة، ما فيش حاجة في الملعب، ما فيش حاجة في المباراة، لكن طريقة الاحتفال وكلنا فداك يا بنغازي، والحارس وهو جاري على المدرجات، واحمد عيد عبد الملك وهو بيكرر مره ثانيه، ويعني من حقهم ان هم يسعدوا، لانه 10 لقاءات قبل كده تجمع بين الانديه المصريه والانديه الليبيه للنادي الاهلي، فوز 7 للاهلي وفوزين للانديه الليبيه وتعادل وحيد، الظروف اللي بتمر بيها مدينه بنغازي، لكنه طبعا كل واحد من حقه انه يفرح للفوز، لكن شعوري انها
فرحه مبالغ فيها، خاصه ان الكره الليبيه حاصله على بطوله افريقيا للمحليين هذا العام وبعد مباريات قويه جدا وبعد ما اقصى الدول قويه. ولو هم كان عندهم رغبه او لو عندهم ثقه في نفسهم ان هم يسجلوا تاني كان ممكن سجلوا تاني، لكن يبدو ان هو كان الامل بالنسبه لفريق اهلي بنغازي هو الفوز، وما تحقق بالفوز بهدف نظيف للنجم شادومبا هدفهم في التصفيات اللي وصل رصيده من الاهداف الى 4 اهداف في هذه البطوله. تهنئه للمدرب المصري القدير كابتن طارق العشري، وايضا النادي الاهلي بنقول له هارد لاك، والمباراه قد تكون قابله للتعويض في لقاء العوده في القاهره. استاذ حسن مسكاوي، الشوط الثاني معظمه اهلي بنغازي، لم يظهر نجوم النادي الاهلي على الاطلاق استمرارا لأدائهم السيء في الشوط الاول. الاهلي وصل عروضه الضعيفه وهزيمه جديده امام اهلي بنغازي. بص حضرتك انه انا شايف طبعا دي الجماهير لم تخرج عن النص على الاطلاق، الواحد لازم يدي كل ذي حق حقه، لكنه شايف ان مبالغه طبعا هزيمه النادي الاهلي المصري حدث كبير طبعا، لكنه شايف ان في مبالغه. دي وجهه نظري انا الشخصيه، انه وهذا تقدير للاخوه في ليبيا ان عندهم كره طيبه، المبالغه زائده شويه. اتفضل استاذ حسن. اولا طبعا مبروك لاهلي بنغازي، اكيد هم صح طبعا الاقدر بان هم يكسبوا طبعا، لكن يعني هم بيلعبوا وسيطروا خصوصا في الشوط الثاني وسجلوا، لان الاهلي ضعيف مش هم اللي كويسين قوي يعني. المباراه ما فيش فيها متعه الكوره الحقيقيه، لا تكتيك اللي هو الجمل بتتعمل تقول الله على لعبه حلوه، اللعب كله تقريبا بالقصبه يعني، حاجه كده يعني حاجه عشوائيه مسيطره على المباراه في معظم فتراتها. يعني انا الحقيقه في حاجه مش هقدر افوتها برضو يعني، كلنا فدائك يا بنغازي. يعني طبعا ده طبيعي، كلنا فدائك يا ليبيا مش بنغازي، يعني ينفع انا اطلع بفانيلا وانا لعيب كوره اقول كلنا فداك يا معادي ولا مصر الجديده؟ هي كلنا فداك، دنيا مولعه بنغازي، يا مصر يا مصر يا ليبيا مش نعم. مش بنغازي ده صحيح، ده صحيح يعني، ده فيها برضو مبالغه اللي انت اتكلمت عليها. لكن طبعا مبروك هذا الفوز، فوز مستحق. خطا جسيم في التمركز من وائل بسبب الهدف، تغيير انا الحقيقه مش قادر افهمه بتاع موسى يدان، وخصوصا ان اذا كنا هنقول يعني لعيب بلعيب طيب ليه هدف، ده تريزيجيه بيلعب تقريبا بنفس اسلوب موسى دان، بل بالعكس موسى تحركاته اكتر واوسع واعرض واسرع. فكان غريب خروجه بالنسبه لي. الطرفين بتوع الاهلي يعني موجودين احيانا في ال 18 زي ما شفنا دلوقتي، لكن هو وجود في كرة ثابتة، ده الهدف طبعا، ثابتة يعني الحقيقة ده الهدف يعني طبعا، كرة ثابتة ضعيفة يعني الحقيقة، كرة يعني ده من نص ملعب الفريق المنافس ونجيب على الخط ووائل جمعة جوه، ده كان ممكن يكون قدام 15 ياردة على الأقل يعني الحقيقة. خطأ نعم. وده اللي أنا كنت بقوله لحضرتك الأستوديو، بص حضرتك بص منين؟ طبعا وبص دفاع الأهلي فين؟ إيه اللي مدخلك جوه ال 18؟ حاجة عجيبة جدا الحقيقة. وبعدين عايزين نشوفها فيها اوفسايد ولا ما فيهاش اوفسايد خالص، ما فيهاش تسلل. وخمس لا ارجع بس عظيمه ثانيه بس عشان ايه، اذا كان البعض هيقول تسلل، شوف الراجل هو بيلعب بدماغه، والراجل ده اللي خدها بيلعب بدماغه اهو، وصلت الثاني وراه نجيب بغطي بفتح خالص ما فيهاش اي نوع من انواع التسلل خالص. لا 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 خالص من الاهلي في الدفاع بس يعني مجرد حرس شرف يعني، ده صحيح مش ما فيش تمركز سليم، وخصوصا كمان من وائل تمركز ما كانش جيد خالص الحقيقه، يعني بخبرته وائل كان لازم يقابل الكوره دي بوجهه قبلها قبل ما تنزل او يقف ورا اللعيب مش قدامه بهذه الصوره. انا شايف ان الاهلي قدم عرض سيء جدا، عرض لا يليق. انا مش عارف الحاله دي مستمره لامتى، لان الفريق قدر يورينا في نهائي افريقيا انه ممكن يلعب الكوره على الاقل سوبر اسف كلنا في داخل بنغازي الحياه دي يعني يعني انا برضو يعني يعني علامه استفهام كده لكن من ناحيه ان هو فريق اهلي بنغازي يستحق الفوز، هو يستحق طبعا، لان الاهلي هو اللي كان سيء جدا والمباراه ما فيش فيها اي متعه حقيقيه. كابتن الفرحه انا فاهمها طبعا،
فرحه لان ده النادي الاهلي وهذا شيء طبيعي جدا. ده بطل افريقيا 8 مرات النادي الاهلي بتاريخه وشعبيته، فالفرحه يعني منطقيه طبعا اكيد. يعني كابتن خالد عايز اسالك سؤال جاوبني عليه كده بوضوح، يعني اين شخصيه يكون سهله كده؟ لا سهل خالص، اين شخصيه فريق الاهلي؟ لا توجد، يمكن احنا اتكلمنا قبل كده قبل الاستوديو، انتهت عند نهايه بعض اللاعبين او خروج بعض اللاعبين يعني، وهذا لم يعني يحدث في تاريخ النادي. دلوقتي هيقول لي ان بروسيا دورتموند لما فقد جوتزا ولما فقد مش عارف ايه اتاثر، بس مش بهذه الدرجه يعني، مش بالطريقه دي اللي احنا شايفينها الحقيقه. يعني اصبح من السهل جدا ان النادي الاهلي يخسر من اي فريق، الاداء ضعيف جدا سيء جدا، تمرير الكرات العرضيه، الاختراقات، التسديدات، لعيبه في وادي والملعب في وادي. بصراحه لولا ان انا عارف ان ده النادي الاهلي ما اقولش انه ده فريق بطولات، انا متاسف يعني. لا ومعاك، ولاول مره الاهلي يخسر 5 مباريات في سيزون، واول مره يخسر مباراتين في دور التمهيدي وست مباريات، خسر من انجي افريكانز بالزبط، وخسر النهارده من اهلي بنغازي 6 مباريات في سيزون واحد، لسه ما كملناش سيزون كمان بالنسبه للاهلي، فده رقم كبير جدا. هو طبعا في خروج كتير للاعيبه النادي الاهلي زي بركات، زي بوتريكا، زي حسام غالي، دول ياثروا. انا خايف نقوله الخطيب ومصطفى عبده ومختار مختار، لانه في كل الدنيا يا كابتن خالد في لعيبه بتبطل ولعيبه بتكمل في كل الدنيا، ده ربنا كرمنا بالاستاذ ده، انا مش عاوز، هو مش عارف عايز يعمل بيها ايه بالظبط. انا مش عاوز اجمل النادي الاهلي، ولكن طبعا هنتكلم بشكل اوروبي شويه، النادي الاهلي نقول الاخطاء اللي موجوده، هنتكلم بشكل اوروبي شويه، نتكلم على مانشستر يونايتد. احمد عيد كمان كان عصبي يعني الحقيقه بمبالغه، ووائل كمان، يعني الاثنين مش معقوله، حتى شكلنا كمان مش حلو يعني كمصريين، احنا نبقى فرحانين ان موجود احمد عيد لعيب مصري موجود في الملعب وبيأدي، كل ده جميل ومطلوب، لكنه الامر مبالغ برضه فيه، مبالغ، منظر سيء. نعم منظر سيء بالنسبه لنا حتى كمصريين، والاثنين لعيبه كمان كانوا اعمده في المنتخب ولعبوا مع بعض في بطوله افريقيا. هنرجع بس كابتن النادي الاهلي، يعني هذكرك بس بالجانب الاوروبي، مانشستر يونايتد في الوقت الحالي وصل لدور الربع النهائي بالنسبه لدوري ابطال اوروبا، لكن الاداء غير الاداء، 9 هزايم الامكانيات، 9 هزايم لم تحدث من 2000 2001، 14 فوز، اقل فوز، اقل نتائج بالنسبه له من 2000 2001، معدل تهديفي داخل فيه، معدل تهديفي رقم كبير جدا، احراز اهداف معدل قليل جدا بالنسبه للاعيبه الموجودين، كبر سن بعض اللاعبين اذا كان قلبين الدفاع، كبر سن لعيبه وسط الملعب، كل ده اثر كتير جدا على مانشستر مع الفرق الكبير، برضه ياثر على النادي الاهلي، ولكن برضه المقارنه صعبه لاننا بنتكلم على الفرق اللي في اوروبا لها وضعيه خاصه ولها شكل خاص. النهارده النادي الاهلي لم يكن متواجد على الاطلاق في المباراه من اول دقيقه لغايه اخر دقيقه، لا اداء ولا شكل ولا نواحي خططيه ولا فكر ولا حتى تغييرات، للاسف ان اول مره اتكلم عن كابتن محمد يوسف النهارده في تغييرات كمان. لا معلش، والنقد لمحمد يوسف احنا طالما يعني شجعناه وايدناه وقفنا جنبه وهنقف جنبه طبعا، لكن لما يكون في اخطاء لازم نوضحها، ليس انتقاصا ولكنه لم يحسن اداره مباراه اليوم، فمش عيب ابدا ان احنا نقول الاخطاء اللي كانت موجوده اكيد يعني. تغييرات طبعا، تغييرات كان فيها عنصر من عنصر العشوائيه، لان موسى يدان كان اسرع لاعب في النادي الاهلي وكان ممكن يعمل طرفين كويسين جدا. انا برده ما زلت مصر لماذا الاصرار والابقاء على عبد الله السعيد هو لما يفقد النادي الاهلي طوال سيزون كامل، ما بتكلمش كمان، بتكلم على مباراه النهارده تحديدا، كمان 90 دقيقه ما عملش اي حاجه، فالابقاء عليه كان في رايي خطا كبير جدا. طارق العاشري تفوق عليه في الشكل التكتيكي، يمكن انا جايب لقطه في الدقيقه 35، يلا برضه هوريك شغل طارق العاشري او كابتن طارق العاشري مع اهل بنغازي، مع ان المباراه لم يكن فيها نواحي تكتيكيه كتيره جدا، ولكن في فكر وفي تنفيذ موجود بالنسبه للاعبين. هو كان بيلعب 4-4-2، بعد الهدف تحول 4-1-4-1، لعب 4 لاعبين في نص الملعب ورجع اللاعب اللي هو موزيس كلاعب ارتكاز، عشان النادي الاهلي بدا يضغط كتير وبدا يشتغل كتير، 19 سنه لاعب يعني صغير، عنده يكمل ماتشين ورا بعض الوقت من غير ما يتعب كويس، ولعب 4 لاعبين في نص الملعب اذا كان عيد ومع احمد الزوي وفرج وجيبسون، دي اللي هي الاربعه. بص نرجع كمان نمشي سنه كمان سنه كمان، دي لا مش هي دي خالص اللقطه دي، مش دي في 4، دي دقيقه 15 اللي الكره فضلت في السماء فوق ما دي بتنزلش، دي اللي هي الكره بتاعت اللي هي اللي انت طلبتها بتاعت اللي هي الكره ما نزلتش خالص على الارض، تلطيش ما بين الفريقين مع بعض، ولكن نسبيا في راي اهلي بنغازي افضل. لا دي الدقيقه 35 من الشوط الثاني،
في لقطه انا طالبها في الدقيقه 35 و4 ثواني اللي بعدها بقى على ما اعتقد البوزيشن بتاع فرقه يعني انا بتكلم ليه باين طريقه اللعب باين طريقه لعب طارق العاشر من 4 4 2 او اختيار راس حربه رجع 1 وخلى 1 4 1 4 وبعد كده راح مخرج راس حربه منزل معتز بن عامر ده لعيب ارتكاز لعب بثلاثه ارتكاز واثنين على الطرفين قدامهم يعني راجل محافظ فرقته على على بشكل كويس عاوز يكسب النادي الاهلي عنده بعض الامكانيات ما كانش في مباراه ما كانش في شكل يعني شكل هجومي ولكن في النهايه هو استفاد من اخطاء النادي الاهلي استفاد من سوء حاله النادي الاهلي استفاد من ان النادي الاهلي بيعاني بقى له فتره كبيره جدا من جزئيه قلبين الدفاع كره عاليه الكره العاليه اللي عامل فيها انجا افريكانز والكره اللي هي ما بين قلبين الدفاع ما بين نجيب وجمعه وسعد وجمعه حصل برده ان قبل كده في 3 4 مباريات الكره العاليه الكره العاليه ودي نقطه مهمه جدا ادي الكره اللي كان قصدنا عليها بقى بص يا كابتن والساده المشاهدين يحكموا معانا الكره فضلت في السماء قد ايه مش دي لا دي اللي بعدها دي لا دي اللي قصدك كابتن خالد عليها دي الدقيقه 35 و4 ثواني يا كابتن خالد الصوره هتفتح ونشوف طريقه اللعب كملوا يا شباب اتفضل البوزيشن بتاعك كان 4-1 يعني انا بتكلم على بقدر الامكانيات اللي فيها فرقه قلب لازم عنها فرقه عندها في الامور ماديه كتير جدا اعتقد ان الكابتن طارق العاشر بدا يعني يشتغل فيها ومع الوقت الفرقه دي هتظهر هتبان ومع كمان انهاء حاله الهجمه بالنسبه لفرقه موزيس موجود بس هي مش اللقطه دي عامه نعم معلش ممكن اكون انا اخطات في الوقت معلش هيبان شغله هيبان التكتيك بتاعه هيبان امكانيات بس انهاء الهجمه بص يا كابتن بص يا حسن بص يا كابتن لا هنا الاربع لاعبين يا كابتن حتى بتوع فرقه بتوع فرقه انا بنغير الكره فين بص الكره فين بص ايوه طبعا بص 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 علي وانا علي بص يلا اجدع يلا يا جدع هوب يلا يا جدع هذا استمرت دقيقه هوب يلا يا جدع هوب هوب يلا يا جدع هوب تاني يلا يا جدع بص بص تاني يلا يا جدع محدش يفكر يمسك كوره ويبدا هجمه بص مفيش يعني الحقيقه امر عجيب جدا انه تبقى الكوره بالشكل ده لو بنتفرج على مباراه اوروبيه ولا ما عاوز اقول لك كابتن الفرقه دي هتتعب النادي الاهلي كتير جدا جدا, جداً, جداً في مصر ما لسه هكلمكم على مباراه العوده يعني مباراه تبقى مختلفه خالص حتى لو فيها الجمهور هتتعب النادي الاهلي لانهم هيلعبوا على وانت كمان مش لاقي مكان تلعب فيه مباراه العوده لانه حسب ما علمت بالامس انه حرس الحدود اعتذر عن استقبال اعتذر طبعا من كل مباراه عندك ازمه اولا عدى كويس ما انت كان عندك سكنه عسكريه في قدام ال احنا عايشين في سكنه عسكريه بقى 3 سنين يعني تفضل بقى كل مباراه كوره ويقول لك في حرس حدود ما علمته انه تقدم باعتذار هل تعود الى الجونه والملعب حالته مش جيده هو بيني وبينك لو تلعب في الجونه افضل للنادي الاهلي ان حاله الملعب افضل للنادي الاهلي حاله الملعب لو جيده بالنسبه للاهلي بنغازي افضل بكتير جدا خاصه عندهم طرفين ملعب كويسين ما خدوش النهارده المساحات ارضيه الملعب زي ما اتكلمنا بين شوطين سيئه جدا ما ساعدتش اهلي بنغازي وانا يعني بقول ان الفرقه دي فرقه عندها امكانيات كويسه بتلعب على قدر امكانياتها بمعنى الكره العاليه استفادوا منها في كل مبارياتهم النهارده استفادوا منها في كورتين الكره الاولى اللي هي في الشوط الاول والكره الثانيه اللي خلصها صدوم باحمد لزوي راسين الحربه عملوا اللي عليهم بالنسبه للمدير الفني بتاعهم وبعد كده اتغير الشكل بتاعهم واستغلوا سوء حاله النادي الاهلي كوسط ملعب سوء التغييرات خط دفاع سيء جدا ناحيه هجوميه غير متواجده بالمر غير كور عشوائيه من عبد الله وجده يعني حتى البوزيشن بتاع جده النهارده مش عارف كان بيلعب راس حربه ولا بيلعب وسط ايسر راس ايسر مش قادر مش قادر استنتج بالظبط التغييرات متاخره جدا للنادي الاهلي في رايي يعني النهارده المباراه سيناريو المباراه بالنسبه للكابتن محمد يوسف لم يحسن تقديره للمساعده جدا 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 وخاصه الشوط الثاني كان من ممكن التعديل وتنظيم الفريق شوط اول شفناه بدون اي هل باعتقادك استاذ حسن انه يوسف لعب على التعادل يعني كان بالنسبه له التعادل هو الافضل وهو الاحسن وانه شايف المباراه بتسير في اتجاه التعادل رغم هجمات اهلي بنغازي فقلل من حته الهجوم وحته الضغط وحتى لما عمل تغيير تريزيجيه يميل الى الدفاع اكتر منه هجومي شويه ومن سوء الحظ ان تريزيجيه اول ما نزل دخل في مرمانا الهدف سيد حمدي الحقيقه تغيير مش يعني لم يكن مؤثرا ولكنه طبيعي تقليدي يعني انا يعني مش هقدر اقول ان هو قلل ولا لا هو ما يعني الاهلي مش قادر مش قادر في فرق بين انك انت عندك القدره انك تتحكم فيما تريده من المباراه انت عايز تدافع بتلعب بشكل عشان تدافع او عايز تهاجم بتلعب بشكل عشان تهاجم وعندك تكتيك بيوصلك اللي هو يعني فن الحركه في الكوره اللي هو التكتيك مش قادر تعمله الاهلي غير قادر واللعيبه مش عايزه السبب مش عايزه ولا مش قادره الاثنين يعني ما هو انت لما تبقى مش عايز تبقى مش قادر على طول يعني ما عندكش هذه الرغبه فانا مش قادر اقول ان هو كان بيدافع طبعا نتيجه التعادل بالنسبه له كانت تبقى جيده انما ما شفتش ان هو عمل تكتيك
تباعي باستثناء ان اكرامي ياخد الكوره يتبطا فيها شويه عشان. طب انا بس عظيمه وقت. انا بس انا عايز اللعبه دي وعايز الهدف لانه اللقطتين دول مهمين. وشوف الضربه الثابته اللي جه منها الهدف منين ودي منين. وكل ضربه ثابته شكلت قمه الخطوره على النادي الاهلي. ادي اهي ادي ضربه ثابته كان ممكن تكون هدف. اللي قبلها لو سقط لاعب اهلي بنغازي لاحتسبت ضربه جزاء. محذرين من دي قبل طبعا. واللي بعدها جه منها الهدف يعني. هل لهذه الدرجه يعني عندنا من السذاجه الدفاعيه ان احنا مش ضربات ثابته اللي هي انت عارف حضرتك الضربات الثابته العنيفه بقى اللي من على الجنب اليمين ومن على الجنب الشمال او قريبه شويه. واحده من نص ملعب الفريق المنافس واحده قريبه من نص الملعب ومع ذلك في النهايه واحده بتنتهي الى هدف. واحده لو اللعيب عنده من الذكاء ما يكفي كان وقع بقى ضربه جزاء. طبعا يعني شوف كل الكرات العاليه كل الكرات العرضيه كل الكرات الثابته تمثل مشكله مشكله بالنسبه لدفاع النادي الاهلي. وده مستمر بقاله مواسم. نعم. الحقيقه مش الموسم ده بس. حتى بص حضرتك لو الولد ده وقع بينت الخبرة تقول الجمعة تقول ما تعديها وانت مش هتاخدها ولا تعمل لك مشكلة خالص. عايز اقول لك بس ان الاهلي لولا ان هو كان منين هدف معقولة الاهلي لولا ان هو كان عنده قوة هجومية عالية جدا بالنسبة للفرق الافريقية وبالنسبة للفرق المحلية لا ما كانش يقدر يحقق البطولات اللي حققها. ده الفرق صحيح. المهم جدا الاهلي هو في عز قوته دفاعه مش حسن كان مش جيد. انا اسف المقاطعة بس الاهلي في عز مجده كان عنده عماد النحاس واسلام الشاطر وسيد معوض. لا 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 المجد اللي بعد الجيل ده حتى اللي بعد هؤلاء المدافعين كان عنده يعني لما كان بيحقق بطولات من 2007 و8 وهكذا لا ابتدى جيل ابو تريكا ومتعب وبركات و كفايه الثلاثه اللي انت ذكرتهم. طبعا وحسام غالي ده لوحده. انا في رايي بالنسبه لي نص فرقه مجموعه دي. لكن مع القوه الهجوميه دي كان الاهلي دفاعه ضعيف. الاهلي عنده مشكله دفاعيه وهجوميه من فتره طويله. انا عايز اقول يعني عشان ما نبقاش بنبالغ يعني من 2010 بس احنا مشكلتنا في مصر كلها دفاعيه مش الاهلي بس. طبعا الاهلي هو اساس او عماد المنتخب. مشكلتنا في مصر دفاعيه وعدم تركيز وبعدين في عصبيه وفي يعني في الدقيقه 15 برضو من الشوط الاول هتلاقي فاصل قلش جميل جدا من دفاع الاهلي. يعني مش معقول انت جوه الست يارده وتقلش وده يقلش وده يقلش. يعني حاجه غريبه جدا. ده بيقول ان الفرقه دي متوتره او في حاجه مش مظبوط. في توتر في الاداء. اللعيب في حد صديقي بيطلع على تويتر بيقول لي غالي فرقه كامله مش دلوقتي فرقه والله لا بيقول لي فرقه كامله مش نص فرقه. لا بيقول لي فرقه كامله مش نص فرقه لسه بيطلع على تويتر دلوقتي لان حسام غالي مدافع من ورا يعني من نص الملعب ويبدا منه الهجوم. بيبدا هجمات بينظم هجمات الاهلي وقدامه ابو تريكه بياخد الهجمه يكملها لصندوق المنافس. ده ما بيحصلش في النادي الاهلي دلوقتي لا خالص. فهذه مشكله حقيقيه. لكن كل ده كان يعالج. انا شايف تفسير عندي يعني اللعيبه عشان ما تاخدش فلوس ده عامل لها طاقه سلبيه في كل مبارياتها. الطاقه السلبيه دي مخليها طبعا ده فرصه هدف اكيد يعني. نعم. الكره اللي خبطت في العارضه وعدت برضو من كره ثابته من كل الدفاع ورجعت للراجل تاني وحطها تاني من كل الدفاع. عدت من كل الدفاع وجت في العارضه. الطاقه السلبيه دي مأثره على حركه اللعيبه وعلى رغبتهم وعلى مساندتهم لبعض وعلى الجمعيه بتاعت الفريق في الاخر. كابتن احمد لازم 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 يشوفوا حل يعني. يعني انا ليه الاصرار. انا دايما مثلا بشوف مدربين كتير جدا بيلاقي نفسه عنده مشكله في جزئيه معينه. ليه الاصرار على 4-2-3-1؟ ليه الاصرار على 4-4-2؟ انا عجبني كانت بتشاور غريب في الماتش بتاع البوسنه لما لعب بثلاثه. ليه الاصرار ليه الاصرار؟ ما انا كمحمد يوسف في الوقت الحالي شايف ان عندي مشكله دفاعيه. هلعب 3-5-2 مش لازم ليبرو. هلعب 3-5-2 واللعيب التالت دوت يستاهل راجل نص ملعب. انا عجبني في شوقي كده في مباراه البوسنه. بالظبط. ليه انا العب ليه انا شايف ان امكانيات الدفاعيه كل ماتش بيخش فيها هدف وهدف استامبا واحده هدف سيناريو واحد من الداخليه من يانج افريكانز من الفرقه الثانيه اذا كان اللي هي بتلعب النهارده اللي بنغازي فرق سرعه كمان. الهدف دائما فرق السرعات اللي في نص الملعب غالبا يعني حتى ماتش المقاولين والماتشات بتاعت الداخليه وكله يعني. فليه ما يلعبش 3-5-2؟ يزود في نص ملعبه بيلعب باثنين رؤوس حربه ثابتين يكون عندهم ادوار رؤوس حربه يساعدوا نص الملعب شويه يخرجوا فلان ويحطوا فلان. هي انا في رايي التغيير برضو في التكتيك مهم جدا يا استاذ حسن لان انا شايف ان في عندي مشاكل كتير في الشكل ده. نقطه مهمه جدا.
مفيش قران يعني مفيش عادي مفيش قران الا القران يعني انا مدربين على مستوى العالم بيحس ان هو عنده اخطاء عنده جزئيه معينه في الجبهه اليمنى بيلعب بثلاث لخمسه اثنين عشان يزود من نص ملعبه في الشكل الدفاعي يامن دفاعاته كويس على الطرفين الملعب يقدر يلعب كمان يسيطر على وسط ملعب في ظل بشكل دفاعيه بيدي حريه اكتر كمان للراس الحربه يشتغلوا مع طرفين ملعب كويسين زي راس الحربه بامكانيات قويه زي يعني عمرو جمال راجل هيدرز شفناه في الماتشات ممكن جده نفس القصه يعني انا في رايي التغيير مهم للنادي الاهلي عنصر مفاجاه للمدرب المنافس يعني النهارده لو كابتن محمد يوسف كان فكر في 3 5 2 في رايك كانت ممكن تبقى مفاجاه لطارق العشري طارق العشري حافظ 4 2 3 1 للنادي الاهلي حافظ 4 3 2 1 او 4 4 2 فاجئه ب 3 5 2 يعمل له عنصر مفاجاه على بال ما ياخد وضعه في المباراه يكون عدى ثلث الساعه يكون انت عملت اللي انت عاوزه في نقطه مهمه جدا معرفه طارق العشري بالنادي الاهلي خلاه يستنفذ طاقه كبيره جدا في لعبته عشان ايقاف مفاتيح نادي الاهلي يعني طارق نجح تكتيكيا عشان يوقف يعني احنا فعلا يعني انت شفت الطرفين بتوع الاهلي لا سيد ولا فتحي عملوا اي هجوم مساند بس. انا معلش انا هضطر بعد ما تخلص اللعبه ارجعها تاني يعني حتى انا متاسف استاذ حسن حتى المره الوحيده اللي الاهلي فكر فيها يبدا هجمه كانت هتبقى هدف فيه يعني حتى المره الوحيده لما شريف اكرامي راح ممرر لواء الجمعه عشان تبدا هجمه للاسف الشديد يعني بعد الخناقه رجعها تاني لا معلش المشهد ده يعني طبعا يعني انا يعني بص طب معلش بص استاذ حسن ادي شريف هيا كويس نبدا هجمه على ما الاستلام الراجل ضغط عليه راح واقع بقت فرصه ولو الراجل 2 على 1 جون بمعنى جون بس ربنا كريم راجل طيب حتى راجل طيب صح زي الطيب اللي ما وقعش في ال 18 يعني نفس القصه يعني الحقيقه امر عجيب كمل بقى استاذ حسن المشهد ده مشهد مسيء طبعا جدا يعني كمان لان وائل حاسس بعقد الذنب فمتوتر جدا احمد عيد عبد الملك اتربى في الكوره في مصر على ان هو يشوح ويضرب ويتنرفز على اللعيبه وعلى الحكام ومحدش بيحاسبه وكانت النتيجه ان على شيء على حاجه تافهه على احتكاك تافه شفنا مشهد مسيء جدا يعني بغض النظر ان ده زملاء في المنتخب الاثنين ولا الاثنين مصريين هم لو واحد هندي واحد باكستاني بيعملوا كده ده برضه مشهد يضايق دي مش رياضه يعني ده مشهد مش رياضي اطلاقا صحيح ده عشان لعيبتنا احيانا بتتربى انها تشوح للعيب وللحكم ولزميلها حتى محدش بيتكلم ولا محدش بيحسبها يعني بص يا كابتن انت عارف يعني جزئيه مهمه جدا في النادي الاهلي ارجع لقلبين الدفاع في النادي الاهلي مش هتلاقي فيهم حد بتاع كوره بصير يعني يخلق هجمه من تحت مفيش عماد النحاس مفيش هدي خشبه مثلا الشاطئ كان ممكن يشتغل مثلا الحته دي كان يشتغل قلبي مفيش بصير حتى كابتن محمد يوسف النهارده بعد يعني رمزي نفس الجزئيه يقدر يخلق حسام غالي لما كان بيلعب حسام يقدر يخلق هجمه يخلق مساعده يخلق زياده يدي مساحه اكتر يساعد اكتر الاثنين بتوع النادي الاهلي اسطمبه واحده وائل مع احترامي وتقديري تاريخي جدا ومحمد يجيب نفس القصه فدي اولا نقطه ضعف من بدايه الخط اساسا في عمليه التحضير للنادي الاهلي في ظل رقابه او في تكدس بالنسبه للفرق المنافسه اثنين في اثناء المباراه النهارده الخروج اللعيب البصير الوحيد باستثناء عبد الله السعيد اللي انا ما اعتبرتوش في المباراه اساسا رامي ربيعه ما حدش يقدر يوصل للمرمى لانه اللعيب الوحيد اللي بيطلع لقدام بيشتغل برجله لقدام ان يخرج رامي ربيعه وينزل السيد حمدي نص الملعب افتقد ل 50% من حته التحضير كمان من تحت ففي رايي اخطاء بس خلينا برضه نعترف ان رامي بعيدا تماما عن المستوى يعني اذا كنا بنقول عبد الله السعيد في حاله سيئه فرامي في حاله اسوء كمان يعني هنتكلم على رامي يعني لا مش هعمل مقارنه بينه وبين عبد الله السعيد لان عبد الله السعيد لم ينتج في النادي الاهلي صحيح انتج في مباراه واحده فقط لا غير هي مباراه الترجي التونسي اللي كان موجوده الاهلي كسب فيها دوري ابطال افريقيا هي دي المباراه اللي شفت فيها عبد الله السعيد بمشهد نادي الاسماعيلي اللي كان بيلعب فيه انا كنت متوقع حتى كنت بكلم الكابتن محمد يوسف مره قلت له جايز البوزيشن بتاع عبد الله ان بوزيشن عبد الله في الاسماعيلي كان تحت راس الحربه او كلاعب في وسط الملعب على الدايره عنده قدره على الابداع لما راح النادي الاهلي اجبر لانه يلعب رايت او يلعب ليفت لان ابو تريكه موجود في المكان دوت ما اعرفش ممكن يكون نسي الكوره ممكن يكون اتعود على المركز ده فخلاص ما عادش حته الابداع عنده موجوده مش قادر اقيم عبد الله عبد الله انا في رايي حتى الان لم يصل الى النادي الاهلي كلاعب كره قدم مع احترامي وتقديري ليه لا ده صحيح ده بس انا مش شايف ان في حد في النادي الاهلي يعني هعلم عليه صح يعني الا موسى ايدان يعني ما فيش لعيب في حالته يعني أكيد. هناك فقر فني
طيب بمناسبه الفخر الفني بعد اسال يعني سؤال يعني فسروا لي انه الاهلي على مدى 90 دقيقه ما فيش تسديده واحده على المرمى ما بين الثلاث خشبات مجازا واحده فوق ما بين الثلاث خشبات. طيب اخد التليفون ده عشان تليفون مهم جدا بعد ما نبارك له ونهنيه. مبروك يا كابتن طارق العشري المدير الفني نادي اهلي بنغازي. الف مبروك كابتن طارق. كابتن شبير الله يبارك فيك حياه ليك ولضيفك الكرام كابتن حسن مش عارف مين كابتن خالد بيومي. مبروك يا طارق. كابتن خالد ازيك كابتن خالد؟ ماشي ماشي يا كابتن ماشي. هو مش شايفك ولا الراجل في تونس مش شايف. مبروك يا طارق يعني اعتقد ان انت اديت مباراه تكتيكيه بشكل جيد النهارده يا كابتن طارق. وهو ده اللي فرض يعني المباراه فرضت نفسها تكتيكيه. الاهلي مهما يمر بظروف يبقى النادي الاهلي لابد انك تلعب على الامكانيات اللي متواجده معاك واسلحه النادي. النهارده انت فوز اعتقد فوز معناه بشكل كبير جدا. تاريخ كبير جدا بين الاهلي البنغازي وبين الاهلي المصري اعتقد يعني حتى مشوارهم ما تقابلوش في المباراه الرسميه والنهارده بيحقق فوز وان كان طبعا فوز مقلق لان النتيجه طبعا مش كبيره ولكن يبقى ان هو فوز معنوي اعطيك الادفانتج على مباراه العوده هنا في القاهره ان شاء الله. طيب طارق شعرت بعد الهدف انكم سعداء جدا بالهدف واكتفيتوا مع انه حاله الاهلي كانت تسمح ان انتم ممكن تسجلوا هدف تاني يعني هل هي قناعه عند اللعيبه ولا انت قلت انه 1-0 كويس تقدر تلعب جيم دفاعي في مباراه العوده تقدر تخرج بالنتيجه اللي انت عايزها؟ لا كابتن شبير شوف انا كمدرب اتمنى طبعا اوسع النتيجه ان كل هدف بيجي مفيش شك بيطمني في مباراه العوده وانت مباراه العوده مباراه صعبه جدا. نعم مباراه العوده صعبه. طبعا صعبه جدا صعبه ومحتاجه انك تركز بيها بشكل كويس جدا ولكن يبقى انك على الاقل حققت فوز يعني على الاقل انت رايح وانت فايز على النادي الاهلي بشكل كبير معنويا. انا بالنسبه لي انا كسبتها معنويا اللعيبه عالوا فيها معنويا بشكل كبير جدا ده هيعيد الثقه بشكل كبير جدا او هيدي ثقه للاعبين بشكل كبير جدا خلال المباراه. وبعدين انت شفت المباراه تكتيكيا من الدرجه الاولى كانت فيها تحسينات حتى من النادي الاهلي. النادي الاهلي طبعا خارج من هزيمه من الداخليه وخارج من بطوله افريقيا يمكن بضربات الترجيح فالامور غير مستقره فهو كان يهمه في المقام الاول تقفيل المباراه بشكل كبير جدا حتى يمكن وصوله للمرمى ما كانش فيه وصول كبير جدا للمرمى لكن على العموم الهدف تحقق بشكل كبير جدا ويبقى ان احنا نعد العده للمباراه العوده ان شاء الله. كابتن يعني سر الفرحه الطاغيه بعد الهدف وبعد المباراه ناس شعرت ان الفرحه اتفضل اعذر كابتن شوبير ده اول لقاء رسمي بين الاهلي الليبي وبين خاصه اهلي بنغازي وبين اهلي وبين اهلي المصري هم يعني بيفتخروا ان هم ينتموا للمدرسه الاهلاويه وان المدرسه الاهلاويه خاصه كابتن عبد صالح الوحشي وكابتن محمود السيس كانت مأثره معاهم بالايجاب البطولات كلها تحققت على الايد الثنائي دول وهم متأثرين بشكل كبير جدا وكانوا من هم حققوا على شقيقهم الاكبر فوز اعتقد يعني شيء يفرحهم في ظل الاحزان اللي بتمر بها الليجا حاليا. طيب هل غيرت تكتيكك اكتر من مره في المباراه يا كابتن طارق يعني لعبت في النهايه ب 4-1-4-1؟ لعبت 4-3-3 يعني نزلت معتز بن عامر عشان اقفل نص الملعب وفرغت جيبسون خاصه ان النادي الاهلي لجأ للكرات الطوليه جيبسون بيتمتع على لعب الهواء مع الديفنس واعتمدت على سادومبا وعلى عيد وزوايا في الخط الجاي قفلت المباراه بشكل كويس جدا على اساس ان انت الجول هنا خلي بالك يعني يمثل بالنسبه لك مشكله كبيره جدا يعني النادي الاهلي لو احرز جول يعني يمثل بالنسبه لك مشكله كبيره لان انت عارف الجول بجولين. نعم. طيب السؤال الثاني يعني مدى قلقك بالنسبه للمباراه القادمه؟ انت قلت النتيجه مقلقه بالنسبه لي، هل هو قلق من حاله النادي الاهلي انها ممكن تبقى بحاجه ثانيه في المباراه المقبله الاهلي يستعيد فورمته ولا انت داخليا حاسس ان هذا الفوز وصلك بنسبه فوق ال 50%؟ القلق طبيعي، يعني القلق طبيعي لان الصعود ما بيحسمش غير بالمباراه الثانيه. لان على اثارها وعلى اثر نتيجتها بيحصل. ويكفي ان النادي الاهلي مع فريق تنزاني كان خسران 1 وكسب 1 ولجا لضربات الترجيح. انا مش ههدى الا مع صفاره النهايه سواء ان احنا ان شاء الله ربنا كتب لنا الصعود وان احنا نعمل مباراه يعني برضه مباراه مصر هتكون مباراه تكتيكيه بالدرجه الاولى. انا نفسي فعلا انا فعلا نفسي عندي طموح ان انا اواصل مشوار مع فريق الاهلي بنغازي وان لاول مره ينافسوا على
انتزاع البطاقه في الحصول على الدوري المجموعات. كابتن طارق كانت في مفاجآت في تشكيل النادي الاهلي او في تغييراته ولا المباراه؟ لا مفيش. مش يعني التشكيل انا طبعا عارف ان انا متابع جيد خاصه مباراه النادي الاهلي. فالتشكيل كان بالنسبه لي معلوم، يمكن ده حتى التشكيل اللي هم يمكن جد هو اللي بدا في التشكيله اللي كانت بدات الداخليه. وكان معلوم، انا كنت اتوقع ان كان ممكن يلعب بثلاث زي السيستم اللي لعب بيه في ماتش الصفاقسي. ثلاثه زندر على ثلاثه قدام. كنت متوقع ان ممكن محمد يوسف يعمل كده، لكن هو لعب عادي جدا ب 4 4 2 ودي يمكن ساعدتني على استغلال المساحات بشكل كبير جدا، غير التقفيل بثلاثه في نص الملعب. هل التغييرات اللي اجراها الكابتن محمد يوسف خصوصا خروج موسى يدان ورامي ربيعه ريحتك شويه ولا ازعجتك شويه؟ لا بالعكس، هو كثف الحاله الهجوميه. انت عارف لعب برؤوف وحتى سيد حمدي رمى كل اوراق الهجوميه. وعلى اساس ان هو يستطيع انه ممكن يعدل الهدف بهدف تعادل على الاقل. ولكن الحمد لله احنا فرضنا رقابه صارمه. مش حتى الحمد لله رب العالمين يمكن هجمه تذكر على مرمى وسام البودي حارس المرمى. فاضل لي سؤالين برضه، سؤال فني، تشعر انك اقرب الان للتاهل؟ والله انا هكافح من اجل التاهل ان شاء الله. طيب السؤال الثاني، في حاله حزن او عتاب لاحمد عيد، لانه احمد عيد ده لعيب ابننا واخونا وزميلنا، وبالتالي كان من المفترض ان يكون اكثر هدوءا في مباراه اليوم، خصوصا انه بيلعب مع زملائه منهم من زملائه داخل المنتخب، وبالتالي تحس ان في حاله عتاب شديد على احمد عيد عبد الملك. كابتن تعرف يا كابتن شهور، احمد عيد بغلبني من ايام الحرس. غلبه بيقول لك من ايام الحرس. صحيح، اعمل له كورسات على مش نافع، اعمل له ربط دماغ مش نافع. ولكن الحمد لله يعني حتى لو حصل نوع من المناوشات، فمناوشات يعني ما فيهاش نوع من التخطي. يعني الجمهورين كان سلوكهم ممتاز النهارده؟ الجمهورين كانوا كويسين الحمد لله، يعني جمهور النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي هنا. انا ما توقعتش ان يجي جمهور للنادي الاهلي، لكن طبيعت ان في مجموعه كبيره جدا من جماهير النادي الاهلي موجوده. انت عارف النهارده يعني جماهير كبيره جدا تقلت من بني غازي. ولك ان تتخيل يا كابتن شوبير، انا بلعب بره بلدي، بره ليبيا، يعني ما بلعبش جوه ليبيا، فكل مباراتي كلها خارجيه. نعم. هل شايف مباراه العوده اذا اتنقلت الجونه يبقى احسن لك، ولا عايز تلعبها في الاسكندريه ولا في القاهره؟ ايد على ايدك يا كابتن، يلا شوبير. على فين؟ ما اقول على ايدك، فين؟ في الجونه ولا في القاهره ولا في اسكندريه؟ يلا في الجونه. على الاقل نتفسح هناك شويه. طارق بشكرك، حد عايز فيكم يقول حاجه للكابتن طارق؟ مبروك كابتن طارق. مبروك كابتن طارق، اتمنى لك كل التوفيق. شكرا جزيلا. انا بيعجبني طارق العاشر الحقيقه، وهقول لكم ليه بس بعد ما اروح لفاصل وارجع على طول. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. كنت بقول قبل الفاصل بيعجبني طارق العاشر، لانه اولا شخصيه ملتزمه جدا، بيذاكر بشكل كويس، متواضع جدا جدا، بيحاول بكل الطرق انه يحضر للمباراه، ما بيزودش قوي من قيمه الفوز، وما بينهارش عند الهزيمه، واخد الامور ببساطه وبسلاسه، وبالتالي عنده نجاحات في كل مكان هو درب فيه، وبالتالي اعتقد انه ليه كمان في اللي جاي هيبقى افضل باذن الله. عايز اسالك سؤال، 90 دقيقة بلا تسديدة من فريق عنده أكتر من 40% أو 30% من لاعبي منتخب مصر، عنده من منتخب الشباب اللي كان في كأس العالم تريزيجيه ورامي ربيع، عنده أحمد فتحي، عنده سيد معوض، عنده حسام عاشور، عنده عبد الله السعيد، عنده جده لسه جاي من الاحتراف من إنجلترا، عنده عمرو جمال، يعني عنده لعيبة على مستوى عالي، إزاي يعني؟ هل ده مقبول او معقول؟ ومش في المباراه دي بل في مباريات كثيره كمان. يا مين الوحيد يا كابتن اللي عنده شوتينج؟ قالت لي رامي ربيع فقط لا غير، ما خدش المساحه انه يشوت اولا، لان في كمان في ضغط موجود. يعني عبد الله السعيد ما بيعرفش يشوت مثلا؟ لا، ما هو انت فعلا عبد الله مش موجود. انت فعلا خلاص انت موجود. يعني استسلمت بالنسبه لعبد الله؟ لا، عبد الله بالنسبه لي انا واحد من الناس اللي
يعني اللي طلع على ايدي كمان لما كنت في الاسماعيلي وهو صغير جدا يعني وعارف امكانياته وعارف قدراته. بتكلم على عبد الله كده بتكلم لمصلحته ان مش ده عبد الله السعيد. عبد الله السعيد المفروض يشيل النادي الاهلي على كتفه دلوقتي كلاعب كبير، لعيب قيمه، لعيب امكانيات، لعيب مهاري ممتاز، بيسدد كويس جدا، ضربات ثابته اكثر من رائع. من يوم راح الاهلي ما شافش ضربه ثابته عليها العين زي ما كان موجود في الاسماعيلي. حتى قيادته النادي الاسماعيلي كان ممتاز جدا في فتره من الفترات. ده مش موجود عند عبد الله دلوقتي. عشان كده انا بعتبر ان عبد الله حتى الان لم يصل للنادي الاسماعيلي النادي الاهلي، وانا يعني من حب لعبد الله بقول الكلام ده. انما مين تاني يا كابتن؟ فتحي متطرف على الجبهه اليمين لما بيكون في نص الملعب بيقدر يشوط، متطرف عشان يقدر يعدل ويشوط كمان كطرف يمين، بياخد وقت كبير جدا في ظل التكدس موجود من فرقه اهلي بنغازي. مين موجود؟ اولا ايدان وخرج ايدان وخرج ما ادوش الفرصه ان يشوط. عمرو جمال يا اما راس حربه يا اما وسط ايسر، اول مره اشوف ان عمرو جمال يلعب وسط ايسر او راس حربه في بعض الاوقات. عبد الله سعيد اتكلمنا عليه، محمد نجدو، باقي بقيه الفرقه كلها ما فهمش حد عندهم اللي هو عنده قدره على التسديد من خارج خط 18 او على الاقل زي ما اتكلمنا بصير. ده مش موجود في النادي الاهلي في الوقت الحالي. كان موجود عند بركات، كان موجود عند متعب، كان موجود عند بوتريكا، كان موجود عند حسام غالي في فتره من الفترات. انما ده حسام عاشور نجيب نفس القصه، سيد معوض نفس الموضوع، عاشور يدان الوحيد اللي بيشوط فيهم وما خدش الفرصه الكافيه انه يتحرك او يشوط لانه خرج بدري. انا طيب كل اللي بيتفرج علينا دلوقتي استاذ حسن قلقانين حاطين ايديهم على قلبهم من مباراه العوده. طارق العشري كان بيقول لك يعني ملخص كلام طارق العشري لينا، اولا هو قال الاهلي يبقى الاهلي وهذا الفوز هو فوز على الاقل معنوي بالنسبه لي، ولكنه فوز مقلق بالنسبه له لانه مباراه العوده صعبه. هو يعلم ان الاهلي قادر على لملمه جراحه قبل مباراه العوده، واعلن انه الاهلي ما كانش عنده مفاجاه بالنسبه له خالص على الاطلاق، وتغييراته كمان كانت تقليديه فما ازعجوش، لكنه في غايه الانزعاج من المباراه المقبله. جمهور الاهلي الان بيفكر في مباراه العوده، هل سيعاني معاناة امام يانج افريكانز ولا المعاناة ستكون اكبر؟ هل الاهلي على اعتاب الخروج ولا الاهلي قادر انه يتخطى مباراة اهلي بنغازي في لقاء العودة؟ يعني طبعا قادر، بس هو ممكن يعني المعاناة هتبقى مع طارق العشري. مع طارق العشري انا يعني عايز اقول لك ان طارق العشري واهلي بنغازي انا ما شفتش متعة في اهلي بنغازي. ما شفتش لعيب برضه في اهلي بنغازي اقول يا سلام الكرة راحت له. الله حاجه جميل. فرج عبد الحفيظ اكتر واحد عجبني، حاجه جميله تتلعب. لا ما تقوليش واحد جري كتير ومش مش كفايه. انا عايز يعني موسى يدان لما عمل كره طلعت طاير وجاب هدف انا قعدت اقول الله. ما شفتش دي من فريق اهلي بنغازي. انما طارق العشري الطاقه بتاعت فرقته كلها حطاها اولا في ايقاف النادي الاهلي في الحد من خطوره كل مفاتيح النادي الاهلي، وهو يدرك ان النادي الاهلي طبعا في حاله يعني مش فورمه عاليه قوي، لكن ومع ذلك هو نفسه بيقول المباراه كانت تكتيكيه. هو كمان بيقول ان محمد يوسف كان بيقفل. هو كان بيقفل، لا هو كان حاول في بدايه المباراه انه يضغط محمد يوسف ويبادر بهجوم، وفي تشكيله اللي عمله لا ما هوش تشكيل دفاعي. ده واحد عايز يعني مش يقفل، بيهاجم جدو، عمرو جمال، موسى يدان، عبد الله السعيد، الاطراف، سيد معوض، احمد فتحي، عنده طبعا لعيبه بتهاجم. مش عنده اربعه مهاجمين على الاقل، موسى يدان، عبد الله السعيد، جدو، عمرو جمال، مش دفاعيين. لكن الفرقه مش قادره ومش عايزه. فعشان كده المهمه التكتيكيه لاهلي بنغازي كانت سهله شويه، سهله انه يوقف سيد معوض، ركز معنا احمد فتحي وعمال مسجل عشان فرج عبد الحفيظ يظهر قريب. سيد عبد فرج احمد فتحي وسيد معوض قدر يوقفهم وقدر يسحم وسط الملعب بلعيبه تضيق المساحات، فكانت النتيجه ان الاهلي يعني. طب يبقى السؤال عن مباراه العوده، بس معايا الزميل محمد صلاح الصحفي بالتحرير، ولا كان مرافق لبعثه النادي الاهلي هناك؟ مساء الخير يا ابو حميد. مساء النور يا كابتن، ازي حضرتك والصحبه الكريمه. اهلا بيك يا ابو احمد. يعني اوصف لي مشاعر اللاعبين وهم خارجين، عارف ان هم رفضوا التحدث، هل هناك انطباع بالغضب للهزيمه ولا شايف انه الهزيمه ما عملتش نوع من انواع القلق وبيقولوا ان هم قادرين على التعويض في لقاء العوده؟ يمكن يا كابتن نفس السيناريو انجا افريكانز بيتكرر تاني، بمجرد ما الحكم اطلق صفارته الفرقتين دخلوا غرف الملابس، بس كان فرق كبير
في الدخله يمكن الاهلي دخل وقفل على نفسه ما عرفناش ايه اللي صار جوه كعاده سند الاهلي حضرتك عارف بعد الهزيمه الاهلي الليبي كان مع حضرتك كابتن طارق العاشي لكن خليني اقول لحضرتك للاسف احنا في تظاهره رياضيه عظيمه او رائعه بين بلدين شقيقين ده لازم اشيد بيه الاهلي الليبي ما قصرش خالص مع الاهلي المصري في استقبال ولا في حفاوه وكانوا بيشجعوا حتى بعض اللاعبين زي وائل جمعه وسيد معوض قبل المباراه يمكن طلع كوره كده في وقت مهم شجعوه كتير لكن خليني اقول ما افسده هو هجوم الالتراس للاسف على احمد يدي عبد الملك من بدايه التدخين ودخوله للملعب ويمكن هو تنرفز لكن خليني اتقمص شخصيه احمد عيد لمده دقيقه اقول لحضرتك ان الراجل قال لي كده تحديدا انا يعني فوجئت بالهتافات انا متعود على كده طبعا منهم لكن انا فوجئت ان ده اتشتم النهارده وبامي وفي يوم عيد الام فانا بشكرهم لان ده حول جوايا لطاقه ايجابيه خلتني قادر ان احنا نحقق الفوز النهارده ونفس الامر هكرره في القاهره برده ويمكن يعني ده اللي قاله نصا كده ده انا كنت لسه هسالك عن سلوك الجماهير كنا شايفينه ملتزم يعني احنا شايفينه في عبر التلفزيون يعني ما سمعناش طبعا الهتافات ولا حاجه من دي فكنا حاسين ان في التزام من الجمهورين يعني. يعني هو ده اللي حصل اثناء التدخين بعض المناوشات مع احمد عيد وساعه الجول ما جه رموا شمروخ جوه الملعب للاسف لا الشمروخ اللي اترمى كان من جمهور بني غازي ولا جمهور الاهلي المصري؟ لا جمهور الاهلي هو اللي كان ورا دكه البدله بتاع كابتن طارق العاشري عشان الاحتفال واحمد عيد جري يعني احتفل قدامهم ف ده كان هو ده اللي خلاهم رموا لا ده جمهور الاهلي المصري وساعتها كابتن طارق برضو استمر يعني في احترامه الراجل وراح لهم ورفع لهم ايده وحقكوا عليا وانا اسف رغم انه لسه جايب جول يعني لكنه ما حصلش يعني اكتر من كده عدت على خير لا ما حصلش عدت على خير كويسه جدا الجمهور الاهلي الليبي من الجماهير المحترمه جدا ما عملوش مشاكل خالص على الاطلاق يعني بعد المباراه ما فيش مشاكل خالص الجمهورين مشوا في سلام انا بكلم حضرتك من وسط جمهور الليبي في ساحه الانتظار بتاعت ملعب التشالنج زويتي طيب وفرقه الاهلي غادرت خلاص بالسلامه لسه طلعت على طول وطلع وراها اتوبيس الاهلي الليبي لكن ما فيش خروج عن النص من الجمهورين ما فيش اشتباكات بالالفاظ باستثناء الواقع اللي قلت حضرتك عليها دي تظاهره في الحب بين بلدين شقيقين بصراحه محمد صلاح من تونس اشكرك شكرا جزيلا ناخد فاصل اخير وجرى على الخاصه تعليقات مشاهدي الملعب سيف الاهلي وحش قوي يا كابتن وحيد عرفات في تقدم ان شاء الله القادم احسن احمد الجوري ربنا يكون في عونه تامر مروان بيقول مدرب مش كويس مراد سوقي يصعد بصعوبه علي جمعه ما فيش فكره عند اللاعبين محمد صبري راي مين بس ده احنا لو مستقصدين نخسر كده ما كناش هنعملها محمود مرزوق اداء الاهلي وحش جدا اكرامي علي الماتش زي ما يكون ما تلعبش احمد ابو زيد الاداء وحش قوي واللعيبه بتلعب من غير روح ولو استمر هذا الاداء هنخرج من البطوله في ماتش العوده محمد الشريف بصراحه اداء ضعيف وغير مقنع الاهلي هناك لاعبين لا يستحقون اللعب تحت مظله النادي الاهلي خلينا اقول لكم المباريات اللي بتتلعب في البطوله الافريقيه بكره وبعده وفاق الصيف الجزائري مع القطن الكاميروني نكان الزامبي مع الزمالك المصري سيويسبور الايفواري مع مازيمبي الكونغولي ريال باماكو المالي مع الترجي التونسي يوم الاحد ليبار الكونغولي مع الهلال السوداني فيتا كلوب الكونغولي مع كازر الشيفز الجنوب افريقي حرية كوناكري الغيني مع الصفاقسي التونسي في الكونفدرالية الإسماعيلي مع بترو أتلتيكو الإسماعيلي المصري مع بترو أتلتيكو الأنجولي النجم الساحلي التونسي مع سوبر سبورت الجنوب أفريقي واري والبز النيجيري مع النادي البنزرت التونسي وادي دجلة المصري مع ديجوليبا المالي جامعة كيجالي الرواندي مع الدفاع الحسني المغربي مدياما الغاني مع زيسكو يونايتد الزامبي هاومن الزيمبابوي مع بابليسا يونايتد النيجيري اتحاد قسنطينة الجزائري مع أسك من كوت ديفوار أو ساحل العاج أقول لكم قرعة بطولة أفريقيا عفوا بطولة أوروبا أتلتيكو مدريد مع برشلونة تشيلسي مع باريس سان جيرمان بايرن ميونخ مع مانشستر يونايتد واخيرا ريال مدريد مع بروسيا دورتموند لكم خبر اليوم كمان هو ان الفيفا اختار الكابتن حسن شحاته شخصيه العام عن افريقيا وخبر اخر ان رؤوف جاسر المرشح لرئاسه نادي الزمالك تقدم بمذكره لوزير الرياضه يطالبه بانه هذا المجلس اللي بيدير النادي الان يتنحى جانبا لانه رئيسه مرشح في الانتخابات وبالتالي يتنحى جانبا ويجيب لجنه تدير النادي لمده اسبوع عشان تدير الانتخابات عشان الحياديه خصوصا بعد افساد ندوه رؤوف جاسر بالامس افسدت بالامس وللاسف من قبل رئيس وبعض من اعضاء مجلس الاداره
الحاليين. انا عندي كلمات اخيره كابتن خالد، شايف بكلمك على مباراه العوده، النادي الاهلي كيف يحسن من فرصه؟ لا، المباراه تحتاج بقى شكل تاني وعقليه تانيه واسلوب تاني للنادي الاهلي. لازم يكون في سرعات خاصه، لازم يكون في ضغط اعلى، لازم يكون في اختراقات كمان لقلب الدفاع. بالنسبه لفرقه الاهلي بنغازي، كابتن طارق العاشر المدرب عنده حسن تقدير، عنده حسن تعامل، يعرف جيد النادي الاهلي. وزي ما اتكلمنا برضه في الاستوديو، لازم يكون في عنصر مفاجاه للنادي الاهلي، عنصر مفاجاه في تكتيك، في شكل، لازم يكون عنصر مفاجاه. زي ايه؟ ما قول لي ايه المفاجاه. يعني بتكلم على 3-5-2 ممكن، وليه لا؟ يعني يفاجئ بقى طارق العاشري في المباراه، بيلعب اثنين رؤوس حرب يكونوا جامدين وكويس، يعني يقدروا يشتغلوا اكتر، نص الملعب يملى اكتر على الاربع او خمس لاعبين بنص الملعب بالنسبه للاهلي بنغازي. لازم يكون في عنصر مفاجاه كابتن. المباراه صعبه، طارق العاشر هيلعب على اسلوب واحد على الهجمه المرتده، او هيلعب على كوره على ضربات الثابته يخطف فيها كوره، وخاصه ان النادي الاهلي عنده مشكله كبيره جدا في الكرات الثابته، وهتيجي كور ثابته اثنين وثلاثه في المباراه ديت، فهيلعب عليها وهيأمن نفسه كويس بخمس لاعبين في نص الملعب واربع مدافعين، ويقدر يتعب النادي الاهلي وخاصه كمان طرف الملعب. عشان كده بقول عنصر مفاجاه مهم للاهلي. هل ينجح الاهلي في تخطي مباراه العوده؟ وهل كان للتحكيم اثر على نتيجه مباراه اليوم، ولا شايف ان التحكيم كان طبيعي ومنطقي؟ مش قبل الاهرش واحد من افضل المباريات في واحد من افضل الحكام في القاره الافريقيه. السؤال اللي يعني على السنه جماهير الاهلي، هل ينجح الاهلي في تخطي مباراه العوده، وما هي فرص الزمالك في مباراه الغد؟ الاهلي ممكن طبعا يتخطى مباراه العوده. مش يعني ده مش هيغير رايي في الفريق دلوقتي كله. انما يقدر يتخطى، بس بشرط ان اللعيبه تبقى عايزه. انا شايف ان اللعيبه مش يعني مش في المود، مش في حاله مش طبيعيه. بهذه الامكانيات او بهذه الادوات يستطيع الاهلي ان يتخطى اهلي بنغازي، علما بان اهلي بنغازي هيتعب الاهلي طبعا، لان طارق العاشر تكتيكيا بيقدر هيجهد النادي الاهلي. ده بوضوح. ان كان ريد ديفلز والزمالك لعبوا مع بعض ثلاث مرات. 1984 الزمالك كسب وخد البطوله، 1994 الزمالك كسب وخد البطوله، 2002 المره الثالثه الزمالك اعتقد انه كسب بس ما خدش البطوله في اليوم في 2002. فالنتائج الزمالك مع ان كان ريد ديفلز دايما كويسه وهو متفوق وبيلعبوا في مدينه كتوي. جيلبرتو وفلافيو يعودان من جديد الى مصر، يعودان يعني وهم مصحوبان بحب ودعوات الجماهير. دي بعض من جماهير النادي الاهلي خرجت لاستقبالهم وكانها لا تنسى الدور اللي قدمه، اذا كان فلافيو او جيلبرتو. هم خلاص بيختموا حياتهم الكرويه مع ناديهم بترو اتلتيكو من جديد. لا يعني بلاش على حساب الاسماعيلي، نتمنى، لان انا قلقان كمان جدا على الاسماعيلي. اشكرك كابتن خالد بيومي، شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. كابتن حسن مسكاب اشكرك، شكرا جزيلا. اشكركم اعزائي المشاهدين. الاهلي خسر بهدف نظيف وكان يستحق الهزيمه. كل الامل في لقاء العوده باذن الله، وكل الامل في الزمالك غدا امامنا كندا ديفيدز، ومن بعد غد ان شاء الله الاسماعيلي وهو يلعب بترو اتلتيكو الانجولي، وايضا وادي دجله هيلعب مع دجلوبه المالي. بعد قليل سيكون معكم الزملاء علاء مرتضى وإيهاب الكومي. ابقوا معنا.